أعزائي المشاهدين أوفياء قناة حنا بعل، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله وعلى بركة الله نستهل معكم ملف الساعة اللي صارت الاثنين 17 ديسمبر 2012. حبيت أول ما نبدأ الملف حبيت نترحم على روح الفقيد السيد الرئيس أنيس الواعر، مساعد أول لوكيل الجمهورية بابتدائية المنستير، والمرحومة زوجته سلوى المهذبي المحامية، وطفليهما محمد هاشم وأسامة، الله يرحمهم من عامهم هذوما، يعني توفاوا على أثر حادث مرور. الله يرحمهم ونعمهم ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. وحبينا نتوجه بالتعازي أيضا إلى الأسرة القضائية وإلى أسرة المحاماة أيضا في هذه العائلة اللي ربي يرحمها وينعمها. موضوع الليلة في برنامج ملف الساعة تحطوا فيه حول عامان بعد اندلاع الثورة بسيدي بوزيد، ومتى يحل أو يحل ربيع الثائرين. تحطوا أيضا على تاريخ الانتخابات القادمة وهل نحن جاهزون لهذا التاريخ ولهذا الموعد. سنتحدث أيضا عن قراءة لمشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات اللي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا، كما سنتحدث أيضا عن الحملة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القديمة، لماذا الآن وماذا تخفي وراءها. لهذا الغرض استضافنا كل من السيد كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سي كمال مرحبا بك. ويحضر معنا أيضا السيد صادق بالعيد أستاذ القانون الدستوري، مرحبا بك سي صادق. ويحضر معنا أيضا السيد محسن مرزوق قيادي في حركة نداء تونس، مرحبا بكم. كما تلاحظوا لا وجود لممثل أو لعضو عن الحكومة، كرسيه فارغ. وبكل صراحة نقولها اليوم هنالك معاناة كبيرة بالتوصل أو في الحصول على أو في الظفر على وزير للمشاركة في الحوارات التلفزية، بالرغم من عديد الاتصالات الهاتفية واتصالاتنا أيضا عن طريق الفاكس وعن طريق المكاتيب للظفر بوزير أو ممثل عن الحكومة يحضر معنا هذه الحصة، إلا أن كل محاولتنا باءت بالفشل. ونحب نقول وقية اليوم الحكومة باش تهتم بالجانب الإعلامي والاتصالي. نقطة ونرجع للستر. نرجع ونذكر بمحور حلقتنا أو موضوعنا اليوم، عامين يمروا على تاريخ اندلاع الثورة 17 ديسمبر 2010 بالأحرى. الشرارة الأولى انطلقت من سيدي بوزيد حين يعني أحرق البوعزيزي نفسه و فر بن علي يوم 14 جانفي إلى السعودية. بهذه المناسبة 17 ديسمبر اليوم تحول أيضا اليوم كل من السيد مصطفى المرزوقي رئيس الجمهورية والسيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى سيدي بوزيد، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان وتعرض كليهما إلى وابل من المقذوفات والاحتجاجات، اضطر على أثره إلى الانسحاب من المنصة. خلينا نبدأ ونشاهد هذا التقرير القصير حول ما حدث اليوم في سيدي بوزيد ثم نرجع للتعليق. سنعالج كل هذه الأوضاع. اليوم لازمكم تفهموا لأول مرة في تاريخ تونس عندكم ناس في الحكم هم منكم وإليكم، ولادكم خرجوا منكم، لا جاءوا على ظهور الدبابات صوتوا لهم، خارجين من صلب الشعب. واحنا نريد لا نريد شيئا الا مصلحه هذا الشعب. احنا جبتنا الثوره وسنخدم هذه الثوره وسنبقى اوفياء لهذه الثوره الى الابد. لاول مره انتم عندكم حكومه تريد الشفافيه، تريد النزاهه. لاول مره عندكم حكومه مش قاعده تصرف بالشعب. لاول مره عندكم حكومه اللي هي منتخبه وشرعيه.
مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. كنت تتابعوا معنا ضيوفي الأعزاء في التقرير. نبدأ معك سي محسن. نعم. بعد عامين من انطلاق الشرارة الأولى لاندلاع الثورة بسيدي بوزيد السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي استقبل كما كنت تشوف في سيدي بوزيد، شنو تعليقك؟ والله أول يعني إحساس نحس به بعد ما شفت الفيديو هذايا والصور على يحصل في سيدي بوزيد، الإحساس بالألم والأسف أنه هذا يحصل. أنه مهما كان موسى مرزوقي هو رئيس الجمهورية الوقت، والسيد مصطفى بن جعفر هو رئيس المجلس الوطني التأسيسي المفروض يمثل الشرعية في البلاد، والمفروض يمثل هيبة النظام المجلسي المؤقت احنا عايشين فيه. وقت نقول بالأسف مش ما لأنه أنا يعني عندي منقول في رغبة أبناء سيدي بوزيد أن يقولوا مدى غضبهم ومدى مطالبتهم بشعارات اللي هي شعارات مشروعة ما خلوش هو برك، قالوها في سليانة الناس من أسابيع، تقالت في أماكن أخرى. ثم مشكلة حقيقية، ثم أحساس عند الناس خاصة في الجهات اللي قامت الثورة التونسية وكانت الشرارة منطلقة منها، ثم أحساس حقيقي بالغبن بالتهميش بأنه ما صار حتى شيء. وما نتصورش أنا أنه الخطاب الشعبوي، أنا تو مثلا نختلف مع السيد رئيس الجمهورية في كي يقول فيه الكلام هذا متاع الحكومة جاية من صلب الشعب ومن كريخي، وحكومة الحكومة الأولى متاع الاستقلال من جيت مثلا جيت من صلب الشعب التونسي مثلا، ما هي الشعب التونسي. الكلام هذا الكل راه يزيد يخلق حالة من تأزيم ومن أزمة الثقة اللي قاعد حاصل الآن. ثم أزمة ثقة حاصلة، ثم مشكلة كبيرة حاصلة بينه وبين الحكومة هذية وما بين الناس. حسب رأيي يلزمهم الشجاعة الكافية باش يشوفوا انه ثم مشكلة ولا بد من معالجتها، وراو هذا ما تصير معالجتها الا بطرق واضحة ومحدة. ومن بيناتها تنحكيوا عليه في الـ في الـ في, الـ في الحوار هذايا، كيفاش ترجع الثقة بين الناس اللي تحكم وبين الرغبة السياسية وما بين الناس. ولكن في كل الحالات يحصل اليوم بقدر ما الشعارات نتاع الناس في سيدي بوزيد اللي خرج اليوم واللي خرج قبل في سليانة هي شعارات مفهومة، خاصة تتعلق بضرورة الاهتمام بحل المشاكل العالقة، بقدر ما أن العنف في كل الحالات. خاصة أنا ثم أسئلة أرجو أن الأمن يجيب عليها، لأنه من الظاهر أنا سمعت أنه ثم ناس تتهم في الجبهة الشعبية من وراء هذايا، وتوجيه الاتهامات الولا مجاني في الأيام هذية اللي شفناهم أنه الأعلام اللي مرفوعة هي أعلام تخص يظهر لي طرف السلفي، الأعلام السوداء هي اللي كانت حاضرة وموجودة. وهذا سؤال كبير يطرح على مستوى الأمني وعلى مستوى السياسي، هل هي رسالة كانت موجهة لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي في سياق تفاعل مع الأحداث السياسية الأخيرة اللي صارت في البلاد؟ هل أنه لأنه تم محاولة توظيف هل الغضب الحقيقي والغضب اللي هو مشروع؟ هذه أسئلة لابد من الإجابة عليها. لكن في كل الحالات أنا أعتقد أنه مسؤوليتنا كناس تمارس السياسة سواء كان في الحكم أو خارج الحكم، راهي المسؤولية الوطنية واحدة. الإحساس بمسؤولية الدولة هو يكون عند اللي يحكم واللي ما يحكمش في نفس النظام. والمنطق المسؤولية مسألة هذه ما يسمى بهيبة الدولة راهي ماشي لعب، ماشي كلام معناها يلزمك أنت تتجاوزوا بالشعبوية. اللي يحكم المؤسسات ما عندها قدرها، والقدر نتاعها هذا تاخذه بجانبين، راه مش تاخذه بالعنف، تاخذه بالعنف وتاخذه بالمشروعية. معناها مشروعية مش شرعية برك انتخابية، المشروعية معناه أنه ثم علاقة ثقة بين المحاكم وبين المحكوم. وراهي المشروعية أنت تأسفت على غياب جماعة الحكومة، أنا والله مستبشر خير بغياب جماعة الحكومة، إن شاء الله مش يخرجوا من البلاتوات ويتلهوا بدوسياتهم، على خاطر في المدة اللي فاتت الأربع شهور أنا شفت معناها وزراء تقريبا في كل ملف هم موجودين في الصباح في العشية وغيره، خليهم يتلهوا ملفاتهم، خاطر الرسالة اللي جت من سيديان ومن سيدي بوزيد أنه يلزم الوزراء يتهموا الناس يلزم يحضروا في البلاتوات، يمكن ممثل إعلامي تاع الحكومة بعض أعضاء الحكومة كي ثم ملفات تخصهم مش يجي وزير الفلاحة باش يحكي على مش عارف أنا أمور سياسية، واللي يجي وزير الاقتصاد يحكي أمور سياسية، ولكن يجي ممثلين الأطراف السياسية اللي هما في الترويكا وعندما تبارك الله عليهم ما شاء الله من الناس يجي هما في الحوارات هذية وخلي الناس تخدم على نفسها. اللي صار اليوم في سيدي بوزيد، لكن اليوم 17 نعم 17 ديسمبر نعم 17 ديسمبر غابوا على الاحتفال عليه في شو اسمه، المفروض يوم 17 ديسمبر نخرجوا الناس بالإنجازات، نخرجوا لهم لا بالخطاب الثوري لا بالشعبويات ولا بالكلام نتاع مش نقصيو ومش نعملو، يكفي من تقسيم التوانسة. اللي حاصل في تونس توا أنا حاسس كأنه الشعب التونسي الناس حاولوا التفاح شدوا قسموها على اثنين، في الأول مسلمين ضد غير المسلمين، من بعد قسموها على أربعة ثوريين ضد غير الثوريين، وفي وسط اللي عاملين روحهم مسلمين حقيقيين تقسمت على زوز اخرين مسلمين اكثر من الاخرين، والثوريين تقسم زاد في ناس ثوري اكثر، وبدات معناها يتقسموا التقسيم ماشي وفريتمون، معناها عمليه التلاشي اللي هي كانها استراتيجيه حاصله. قلت في المره اللي فاتت يكفي من صنع الازمات وما تفن فيها، وخلينا نتفنوا في حلق الحلول. انا اعتقد انه اليوم اللي مشى للجبانه الصباح
يقرا في الفاتحه للشهداء ما نعرفش عنده باش يقول شنو باش يقول بعد عامين. احنا منهم اول الناس مش باش نقولوا بالنسبه للدم اللي تهدر شنو عملنا اليوم. حضر معنا سي كمال الجندوب اللي هو وهيئته لعبوا دور اساسي في نجاح المرحله الانتقاليه الثانيه واهدوا لنا انتخابات اللي هي انتخابات هزتنا للمرحله الانتقاليه الثالثه الحقيقيه اللي قاعدين نجري فيها. شنو اللي عملت النخبه الحاليه؟ اول شيء جزاء سنمار، يعني اول شيء هذوكم زاد بعدهم على جهه. نفس الشيء بالنسبه لما يسمى بقانون الاقصاء، اللي الشخص اللي هو كان شادد الحكومه وقام بدوره في انه عامل عمل قاد سفينه تونس في اتجاه انه نخرج منها في اوقات صعبه في اتجاه الانتخابات، هو اللي عمل قانون الاقصاء زاد جزاء سنمار. شوف كيف عملت الاقصاء قاعده تصير. مع الشيء الوحيد اللي بنقولوه الان انه في الواقع هذه ثم زوج حوايج، ثم اخبار سيئه كثم اخبار طيب. يعني اليوم للشهداء يوم في قبراتهم نجم نقول لهم انه مع سوء الحال اللي قاعدين فيها الان، مع الاخبار السيئه، مع الجحود، مع النكران، مع قسم الشعب الى اكثر من نص، مع السياسات الاقصاء اللي قاعده حاصله، انه الثوره صارت من اجل الادماج ولا الثوره من اجل الاقصاء. هذوما الناس كلهم نقول لهم انه رغم هذا الكل، وانا نحب نكلم الشعب التونسي، انه رغم كل هالاشياء السلبيه الموجوده، هالبلاد ما زال فيها كفاءات قادره انها تنقذ الوضع، وما زال ثم حلول يمكن نعملها. لذلك اللي حصل اليوم في سيدي بوزيد هو رسالة أخرى كما صار في سيريان، ونحب نتوجه للناس الكل نقول أنه ما زال هناك إمكانية أنه هالسفينة هذه نحطوها على سكة النجاة، وإن شاء الله هالروح هذه اللي صار في سيدي بوزيد يكون رسالة أخرى، الرسالة قاعدة تتولى رسالة بعد رسالة، وإن شاء الله تكون هذه الرسالة الأخيرة في هذا المسلسل السلبي. شكرا لك سي صادق. ترى شيء وأنه بعد عامين يبدو لي وأننا غلبنا الجانب السياسي على الجانب الاجتماعي، باعتقادك متى سيتم التركيز أولا وبالأساس على الجانب الاجتماعي؟ شكرا. والله بالواضح الكلام اللي تفضل به سي محسن بالطبع كلام وجيه، وعندما تكلم عن هيبة الدولة وعن واجب التونسيين كبيرا وصغيرا أن يحترم معناها هيبة الدولة وممثلي الدولة، هذا كلام بالطبع معناها معقول وعين الصواب. اللي نحب ربما نضيفه ربما سي محسن يوفقني في هذا، هو أن هذا الرجل الذي هو رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا معناها رئيس مجلس تأسيسي ولا والي، بالطبع يمثل قسم الدولة وعنده أنا شيء أنا من تلك هيبة الدولة، ولكن هو في آن واحد هو رجل سياسي. يعني ما يلزمناش نغطيه هذا بهذا. إيش معناها رجل سياسي؟ رجل سياسي معناها إنسان اللي يقول أنا نفهم المشاكل متاع البلاد وأنا عندي لها حلول، وانا نتقدم باش نقوم بهذه الانجازات وباش نلبي مطالب والشعب له ان يحكم لي او علي. اذا كان ننساو هالكفه هذه تولي الكفه الاخرى طاغيه، معناها تولي انت هاكا عندك هيبه الدوله مضمون، عندك معناها اسيورانس توريست هاكا مغطي بها، كما نعرفوا بأن مثلا ثم واحد نائب في المجلس التأسيسي اللي طالب بأنه ما دام هو ما زال عضو في المجلس التأسيسي فإنه له الهيبة القضائية ما يتمسش حتى لين يخرج من هذا. بالطبع ثم إفراط. يعني أنت رجل مسؤول عندك معناها جاه وعندك سلطة وعندك، ولكن زاد عندك مسؤولية، وبالطبع الأفضل هو أن يعبر الشعب عن فكرته وعن تقييمه لهذا بصفة سلمية، بصفة نجم نقوله متحذرة مدنية. لكن يصير أن في بعض الأحيان يفيض الكأس عند هؤلاء الناس، وما تجمش تقول له نعرف بان الكاس فاض وبانك ما عادش تصبر، لكن بربي زيد اعطينا معناها شويه هكا برود الدم وشويه. ومع كل الاسف اللي لاحظناه هو اللي صار اليوم كما تقول هو
الباروكسيزم هو أعلى نقطة، الذروة الذروة الذروة، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي إن شاء الله الذروة ما ثمش حاجة أكثر منه. لكن نعرف بأن عملية هذه ديجاج قالوها في مناصب أخرى، في وزراء، في ولاد، في معتمدين، في مديري إدارات والكل، وقت له هذوم اللموم هذوم الكل شوفوا بأن ربما الشعب مشغلت، وقت اللي يقول لك ما عملوا لنا شيء، ها يقول لك من رئيس الجمهورية إلى المعتمد كل واحد معناها نجي ونشوفوا شنو الإجابة، يقول لك هذا عنا عامي ما عملنا شيء. يا لوتان أنت عملت بعض الشيء وقلت راني قصرت لي أسباب، لكن يتاوي يقول لك ما عملت شيء، يقول لك أنا في سيدي بوزيد، في سليانة، في جسريت، في سبيطلة، في ما حتى بنا في الساحل متاع السياحة والكل، يقول لك يا أخي احنا مرينا شيء جاء. فيولي وقتها مع كل أسف هيك الكفة متاع التقييم، الكفة السياسية تغلب على الكفة التأسيسية المؤسسية المؤسساتية ولا وقت اللي يكونوا متعادلين، مؤسسة قائم بالدور متاعك وفي أن واحد تقوم بالمسؤوليات متاعك، وقتها يكون ثم معناها احترام يكون ثم. أما إذا كان خرجنا من وقلبنا، وخاصة أن نقول كل معناها موضوعية، عندما بدأت العملية هذه من 23 أكتوبر 2011 تتفكروا بأن كبيرهم قال راهي هالجوفرنمون هذا يا الحكومة راهي حكومة متاع استاجير ما تأخذوهاش إذا كان مش تعمل غلطات وإذا كان مش تعمل شنو. الحقيقة أنا من بين الناس الذين فوجئوا بمثل هذا الكلام، كيفاش حكومة متاع استاجير مش تتعلم الحلاقة في روس ليتاما، حجامة في روس ليتاما، حجامة في روس ليتاما، بل قال ما أعطونا ثلاثة شهور، أعطونا ثلاثة شهور، ثلاثة شهور استاجير، اللي هي حقيقة في رأيي أنا عندي معناها عين الهبال. في أنت مسؤول من اليوم اللي سميتك مش تجي الدرب، قلت ثلاثة ومن بعد قال لك لا ثلاثة شهور ما يكفيش، وعملنا عام كامل. وقت اللي جينا في 23 أكتوبر معناها 2012 وقلنا وفات الحصة بتاعتهم الدنيا تقلبت، الدنيا تقلبت، تقولوا لا احنا مازلنا قاعدين نتعلموا، لا احنا مازلنا عندنا ما نعملوا. في وقت اللي ها شفناه من 23 اكتوبر الى حد اليوم فماشي جاء هكا وجه ابيض، فماشي جاء كما تقول معناها مفاجاه ساره وغيره. انا ما ريتش وقت اللي نشوف، وقت اللي نشوف شو وقت اللي نشوفوا المعضلات الكبرى اللي من اجلها قامت الثوره، والتي منذ 2011 كان على هذه الحكومة أن تواجهها. قلت لهم شوفوا للأمهات الأسوان، بل نقول لك والله ربما ثم فيها حوايج أتعس من عدم الإنجاز. نعطيك مثال واحد ربما هذا كلام يجي عليه مطول في معناها في فرصة أخرى، أما وقت اللي نجي ونشوفوا المسألة متاع الطيران التونسي، شنو قاعدين نعملوا به اليوم هذا الطيران التونسي وهذه الحرية الخامسة اللي منها فجأة دخلت منها في 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 السياسة متاع البلاد. كيفاش صارت هالعملية هذه؟ شنو الربح متاع تونس في هذا؟ شنو هي الخسائر المتحتمة اللي مش منها تخرج عليها؟ أنه الهيكل اللي أنت استشرته واخذيت منه معناها الرخصة الترخيص متاعه، هل الأمر هذا شرعي وقانوني وإلا تعدى هكاكا كيما يقولوا عنا بالدارجة تحت حسمس؟ كل هذا قلت هذه سانتيام ليبرتي، فهمتني حاجة كبيرة ياسر. الفرنساويين وقت اللي يتكلموا على سانتيام ليبرتي قلت لهم بيا دونيا نوتر لا سانتيام ليبرتي، يقول لك كيف اللي عطاه يتصرف في بيت النوم متاعه، انها معناها اقرب اكبر حريه هالبلاد هذه. هل قلنا لها الشعب هذايا راهو عطينا لا سانتيام ليبرتي للبلاد هذه على خاطر راهو عندنا فيها المصلحه؟ البلاد اللي عطاها سانتيام ليبرتي معروف قطر. ايوه قطر هي مش وحيده اللي تحلوا من ملف، فهمتي راهو خاطر عندنا فيها المصلحه كذا والمصلحه كذا والمصلحه كذا، وثم حاجه متبادله في هذه المصالح منها ثم توازن.
هذا هو اللي جاي به القانون الدولي. القانون الدولي يقول لك لا سانتيام ليبرتي سي اون ريسيبروسيتي دانتيري. وقت اللي تعطيني هكا انا نعطيك ماذا قدمنا، انا اعطيني شنو المصلحه نتاع تونس مقابل المصلحه اللي مش تجنيها معناها اللي مش تاخوها قطر في هذا الميدان. وزيد على ذلك من بعد ما اعطيناه سانتيام ليبرتي هاو تتوا نفس الوزير قاعد يتكلم على ضروره فتح مطار جديد اكبر لان تونس قرطاج ما عادش تكفي. كيفاش جات هذه؟ كيفاش هكا بين عشيه وضحاها اصبح تونس قرطاج به وعليه وما عادش يصلح وما عادش كافي ولا صغير برشا والكل. وقت اللي رجعوها الى سانتيام ليبرتي والى السياسه نتاع الطيران العالمي نتاع قطر بناها لا ايرلاينز اتسترا، نوليو نفهموا وقتها كيفاش ولا هذه المطار الجديد نتاع تونس معناها يولي ضروري. في الحقيقه واضح بان هذا المطار الجديد مش نهيئوه ونجهزوه ونتموه باش قطر تتصرف فيه بكل معناها حريه حسب هذا المبدا نتاع النظام. هتنقول لك انا يا اخي وين المصلحه نتاع البلاد؟ الناس هذوما لا اعطيتهم شغل، لا اعطيتهم كذا، لا عملت معناها ديزانفستيسمون واستثمارات حتى تمكن وتخرج لنا، بل بالعكس انت غطست معناها البلاد هاو في هذا الميدان. وثم ميادين اخرى ربما تجي الفرصه نتكلموا فيها، اما معناها ماهيش حاجه معناها مسره. واضح ماهيش حاجه. واضح سي صادق. سي كمال، كما كنت تشوف استقبال رئيس الدوله ورئيس المجلس الوطني التاسيسي بتلك الطريقه، تعليق؟ والله انا كنت نخمم من قبل قلت باش نقول لك ما عنديش تعليق، لانه امام صوره او صور كما اللي شفناها هذا يعني تجعلني واني اولا في شيء من الصدمه تستمد بها، وثانيا تجعلني وانه نسأل على بعض الاشياء. احنا في تونس طبعا همنا هي البلاد ومصلحة البلاد وكيفاش نخرجوا من الوضعية اللي احنا فيها، وعملنا انتخابات على أساس باش يصير دستور في وقت معقول وقريب باش الدستور هذاك يمكننا من بناء مؤسسات جديدة وثابتة وديمقراطية اللي هي باش تعالج الملفات الكبيرة. الملفات الكبيرة اللي كان عليها يحكي عليها السي صادق ملفات تطلب يعني رؤية طويلة المدى، تطلب استشرافية كبيرة، استشرافية كبيرة، وتطلب أيضا شروط أخرى، يعني لأنه ما عندناش حوار كبير على السياسات العمومية في الميادين المختلفة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية إلى غيرها، بحيث يبدو أن هنالك شعور بأن هذه السياسات تقام وتوضع بدون شراكة التوانسة وبدون أن يكون هنالك حوارات وتشريك لها. إذن فما مشكلة اللي يعني، واستعملت مصطلح اللي أنا نمن به ياسر هي مشكلة الثقة. فما شيء من الانخرام وشيء من التزعزع للثقة، وأعتقد أنها ربما الصورة دي ركزت بصورة سريعة جدا على مؤسستين اللي هي مؤسسة رئاسة الجمهورية مؤقتة ولا مش مؤقتة، مؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة المجلس الوطني التأسيسي، حتى ولو أنه مؤقت مؤسسة، ولكن في الواقع أنا في رأيي الثقة دي أو هذا التزعزع يمس تقريبا الساحة السياسية بصورة عامة والساحة اللي تنشط المجال العام في جميع ميادينه، وربما بصراحة نقولها مش فقط بالدرجة الأولى المجلس الوطني التأسيسي والحكومة، ولربما حتى تمس حتى نقولها واضح المعارضة، ولكن لأنه هل المشاكل هذه أو المواضيع هذه بتبيعة من المسؤولية الأولى من الحكومة أن تضع لها لمساتها الأولى في الحل، أو على الأقل إذا كان مش حل يعني فما منهجية أو فما تفسير أو توضيح أو عرض. هذه واحدة، لكن زاد من مسؤوليتنا احنا جميعا ان نكون فيه مساهمه. الحاجه الثانيه اللي انا افكر فيها من قبليك واللي وجعتني ياسر هي ان الصوره هذه اللي شفناها هي
باش تكون موازية لها بعد عامين أو مقابلتها بعد عامين صور أخرى شفناها من احتراق الشهيد البوعزيزي اللي دارت العالم، ومن صور متاع المظاهرات الكبيرة اللي في سيدي بوزيد وغير سيدي بوزيد عمت في تونس، واللي كما قلت يعني وصلت إلى هروب بن علي الدكتاتور بن علي. اللي لاحظته أنا أنه كثيرا ما أحنا في تونس نفكر ياسر في انتظاراتنا الداخلية، لكن ما نخلوش في بالنا أنه حتى عنا مسؤولية أخرى هي أيضا صورة تونس في الخارج في البر، صورة تونس في عند الجيران تاعنا في المنطقة العربية، شركائنا أوروبا أمريكا العالم، هذا العالم الذي أبهر بتلك الثورة وأصبح من بوعزيزي وسيدي بوزيد من الأسامي المعروفة جدا في العالم. في العالم. واليوم أنا واحد من الناس يكلموني من فرنسا باش يقولوا لي الإيماج أو الصورة المعادة هي الإيماج متاع اللي شفناه. هذا تضارب الصور هذية عنده انعكاس حتى على الوضع الاقتصادي متاعنا، يعني يعطي صورة ما تشجعش مثلا المستثمرين، ما تشجعش السواح، ما تشجعش حتى التوانسة المستقرين المرة باش يتوجهوا ويفكروا بصورة يعني إيجابية في مساهمة فعالة في المرحلة هذه لتونس، لأنهم زادة عندهم مشكلة ثقة، لأنه اهتزاز الثقة وخرامها مش موجودة كان عند المواطن التونسي، هي موجودة يبدو أن عند أوساط أخرى شريكة. وإحنا تونس معروفة بلد صغير، معروف بالتفتح، معروف بأنه جزء كبير من الاقتصاد متاعه ومن تبادله يعني موجود مع الخارج، وبالتالي يزمنا نعيو بهذه الحالة. يعني طبعا ما يزمش دادا نعطيه صورة مأساوية، يعني عنا وضع صعيب صعيب جدا، وللخروج منه أعتقد أنه ما يزمش نترسو المشاكل، يزم نحطوها في منهجية وضع المشاكل، منهجية تفسيرها، وخاصة نثقوا بالتوانسة. التوانسة راهم يفهموا وينجموا يفهموا حينما نعطيوها المعطيات الحقيقية الواقعية صحيح. اللي هي موجودة باش ينجموا يخدموا عقلهم، وعندهم عقل التوانسة وروه، لأنه هذا الشعب اللي نحكيه عليه هو شعب مثلا حقق إنجاز ثاني هي الانتخابات متاع 23 أكتوبر، واللي كانت غير منتظرة في نظر العديد، بل كانت مستحيلة في نظر برشا ناس. وبالفعل خلينا نرجع ونتذكر أجواء انتخابات 23 أكتوبر من خلال لقطات من فيلم من إنتاج هيئة الانتخابات بالتعاون مع هولندا، واللي سيبث لاحقا على قناة حنبعل. نتابعوا هذا التقرير ثم نعود. الوزن الثقيل متاع الانتخابات في تونس 110 طن، يعني من هذا في البوكس تبعنا سامبولورا. هي راهي موسيقى للانتخابات عاصمة. مرحبا. اسم باس. تكتب في بي بي كيما بيورو دو فوت بي بي 010 اسباس. هي هي أي شخص مهما كان مهما كان معروف لا يحمل الترخيص لا يحق له الدخول إلى
الى المغرب. واضح يا جماعه؟ هام جدا النقطه هذه. باش نعملوا انتخابات صحيحه صحيحه في وقت كما هكا في 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 انكس دو طون كما هكا، هذيك تعتبر معجزه معجزه معجزه. انا امنيتي وحيده برك انه بعد التجربه هذه تصير تقييم ايجابي. تقييم موضوعي، نقصد مش ايجابي، تقييم موضوعي للعملين. شوف الناس تتقاتل تنهب وتغور، ريت اصحاب والريح تنفخ وتدور، حسيت الظلمة في الغفلة سرقت منا النور. لا هادي نهار عطشان التالي وطرتي السادة. تونس تنتخب وكلنا حاضرين، كلنا حاضرين. هذا الشعار أردت أن أبدأ به هذه المداخلة والكلمات أقولها مع كل التونسيون والتونسيات، ونحن في أشد درجات التحمس للموعد الانتخابي التاريخي الذي تنتظره بلادنا. اليوم تفصيلنا 5 أيام عن موعد الانتخابات في تونس، ويومان اثنان عن الموعد المحدد بالنسبة للخارج. والهيئة العليا المستقلة للانتخابات حاضرة. محضر الفرز سيء، سجل الناخبين سيء، تواضع وسناد الأحبار، ظرف منع استعمال هاتف الجوال، أوراق فارس صنف 1 وصنف 2، لفت مكتب اقتراع، الأقفال الصخرة والخدمة. أحلى مسات الأخيرة كما يقول، إن شاء الله ربي يوصل بالسالب كما يقول، عروسة هي أنا بحال، كان نحضروا معناها صندوق العروسة. في الفترة هذيك مشينا وركزنا الهيئات الفرعية وما صارت حتى مشكلة. Nous avons un gros problème. Ce sont les personnes qui n'ont pas voulu s'inscrire quand on leur a demandé de s'inscrire. On m'a volé mon portefeuille hier. J'ai passé 3 semaines, d'accord, à faire le terrain pour inciter les gens à voter. Maintenant, aujourd'hui, moi, mon passeport, si je ne peux pas voter avec mon passeport, ce document, il sert à quelque chose ou non? C'est ma carte d'identité. Est-ce que ça, c'est un document officiel? Ce sont les policiers qui nous ont donné ça. Ça fait 3 semaines que je suis en... Je suis désolée parce qu'on ne peut pas m'empêcher. Donc c'est tout. Je dois voter avec mon passeport. مرحبا بكم مجددا، وحبيت نذكر انه يلتحق بنا السيد الشاذلي اصرار في المقرر العام لدائره المحاسبات في الجزء الثاني من هذا الحوار. نمر مباشره بلي قبل ما تمر للجزء الثاني كان اسمح لي تعليق، لانه انا قبل ما نمر للجزء الثاني رجاء، لانه كما كان يقول توا كمال انه معناها ثم صدمه فعلا، نحس بالصدمه كي نشوفه اللي شفناه اليوم في سيدي بوزيد. واعتقد انه مش جايه الصدمه برك بسبب سيدي بوزيد، لكن بالاحداث اخرى قاعده حاسه وقاعده تتراكم. وكان يحكي سيد العميد على الذروة، واعتقد أن الوضع فعلا جدي بشكل يستحق
من كافة الفاعلين السياسيين أنهم يعيدوا النظر في اختياراتهم الاستراتيجية. وأنا نحب ننتهز الفرصة هذه في هذا المحور هذا وفي الندوة هذه أن نتوجه بنداء السيدين المصري المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت، والسيد مصطفى بن جعفر اللي هو رئيس المجلس الوطني التأسيسي، والناس اللي معاهم في أحزابه، أنه حان الوقت لمراجعة اختياراتكم الاستراتيجية، وأنه كما يقول البعض نهار كل أيدينا مفتوحة باش يجيوا الآخرين، أنا نحب نقول أن الحركة الديمقراطية التونسية هي أيضا أيديها مفتوحة باش كافة العائلة هذه تتلم من جديد، وعلى أساس أنها تعمل التوازنات الضرورية وتعمل الاختيارات، وعفى الله عما سلف، المهم مستقبل تونس، والمهم أن نحن نوضع أيدينا في دين بعضنا. يعني من الواضح أنه كل ما هو شيء صار عليه الثورة هذه من قضايا الحرية، الهوية التونسية، المسائل اللي احنا نظرنا من أجلها جميعا، هذه مهدة وتتطلب إعادة النظر في اختيارات استراتيجية. أنا أقول لهم اليوم أنه حان الوقت لمراجعة اختياراتكم الاستراتيجية بشكل جوهري، ولأنه نعيد بناء الحياة السياسية من جديد مش موفقة ما حصل في السنتين الأخيرتين، وأعتقد أنهم فهموني، ونحن ننتظر أنه المرحلة المقبلة تقوم على توافقات وعلى ترتيبات سياسية مختلفة تماما. شكرا لك. مروا لموضوعنا، موضوع الانتخابات. سي كمال، بحكم تجربتك في رئاسة الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الفرطة، اليوم سي حمادي جبالي يقول اللي نظمنا انتخابات في 6 أشهر ونجحنا فيها، فهل بالإمكان اليوم سي كمال أنه نكونوا حاضرين في انتخابات الصائفة القادمة 23 جوان 2013 حسب رأيك؟ نظمنا انتخابات في 4 أشهر من أفريل إلى أكتوبر 2011 ونجحنا فيها في ظرف خاص، في ظرف اللي كان فيه زخم كبير، في ظرف اللي الناس ما تحسبش لا عرقها ولا وقتها ولا وكل الناس اخي المره هذه باش يحسبوا هما سي كمال زعما. اي نعم وهذا التغيير الاول الهام في 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 المعطى الانتخابي. ثم واحد يحسب باش يعطي البلاد، السياسه حساب ما يقولون يحسب، والسياسه مصالح، لذلك يعني يمكن تبدو في بعض الاحيان عند المواطن لعبه غريبه، وهي في الواقع مش لعبة، هي مهنة، يعني فما مهنة، وفي بعض الأحيان ترتبط المهنة بالتوجهات بالالتزامات بالقيم أو لا ترتبط، تولي مهنة في حد ذاتها هدفها تولي. كي احنا نعمل انتخابات متاع المجلس الوطني التأسيسي، الناس الكل كانت تحب تنجح، الناس الكل بدون استثناء، والناس الكل تحب تنجحها وخدمت على إنجاحها باللي فما باللي عند كل واحد منا. الهيئة كانت غير مؤهلة حتى مبدئيا مش تعمل العملية الانتخابية، لكن توفرت لها إمكانيات، توفرت لها إمكانيات، توفرت لها ثقة، ثقوا بها العباد، وخدمت خدمت عزيمة وإرادة، كانت كفاءة، بالعكس ربما مش في الكفاءات، مش في المجال الانتخابي مباشرة، لكن عندنا كفاءات في مجال أخرى، وعندنا ما خدمتش واحدة الهيئة، خدمت مع شركاء، خدمت مع الإدارة التونسية رغم كل التحفظ اللي كان عليها، وفي الإدارة التونسية خدمت مع الإدارة الأمنية، خدمنا مع وزارة الداخلية، خدمنا مع وزارة الدفاع الوطني، خدمنا مع وزارة التعليم، خدمنا مع مجموعة من الوزارات، وزارة البريد، مع مراكز اللي كان فيها مش فقط تساؤلات حول كوادرها، لكن حتى نص القانون حتى وضعنا فيها إشكالية كبيرة، هي القطع مع الماضي، وهذا اللي خلينا، وأنه بينا تقريبا كل شيء يكاد يكون من عندهم. هذا الجو العام اللي الناس كانت تحسب فيه، وحتى السياسيين تحسب فيه منطق إرجاع الشرعية، كان الهدف الهاجس الكبير أنه يلزم الشرعية تكون أساس العمل المؤسساتي والسياسي. هذا الجو خدمنا مع حكومة ما كانتش معنية بالانتخابات، فما حتى وزير كان مرشح ولا موجود في حزب سياسي، ولا الوزير الاول بيدم باجي قاسمتي ما كانش معني، وقال كان وكان طرح شرط في عدم المشاركة في الانتماء للحكومه. خدمنا مع حكومه في البدايه كانت عندنا
شوية مشاكل معها ثم ساعدتنا بدون كل خلفية، وهذا وكان فما إرادة سياسية واضحة في إنجاح المسار الانتخابي، لكن خدمنا مع أحزاب سياسية في نفس الاتجاه رغم إشكاليات تاريخ الانتخابات، وكل الأحزاب السياسية بدون استثناء أقولها رغم ساهمت في العمل. تحب تقول كان عاود التجربة في الظرف هذا ما نجحوش؟ خلينا خاطر يلزم هاي المشكلة متاعنا أنه وهذا أعترف بنقص احنا قمنا به كهيئة، ما فسرناش التجربة منذ 23 أكتوبر إلى اليوم لأنه دخلنا فيها. خلي هذا الجو العام تغير تماما. أولا يعني عندنا مجلس وطني تأسيسي، عندنا حكومة اللي هي بالتعريف سياسية، هي حكومة تحالف سياسي، وبالتالي الطرف اللي الحكومة اليوم ما عادش أصبح ولا معني في حد ذاتها مش مشكلة هي، لكن في حد ذاتها تطرح ضرورة أنه معالجة قضية الهيئة كما معالجة قضايا أخرى بشكل آخر يختلف. اثنين، الإدارة اللي خدمنا معها سابقا لم تعد هي نفس الإدارة التي أصبحت اليوم. شو تبدل فيها سيكمال؟ بالتسميات، وهو شيء طبيعي، تغيرت فيها تسميات في وزارة الداخلية، في وزارة الخارجية، في كل الوزارات، ومش فقط على مستوى مركزي، على مستوى محلي. بالك زادوا حسنوها التسميات هذو ماسي كمان. أنا نعتي ما نحكمش عليها باهية ولا خايبة التسمية، أنا ما عنديش، أنا نستنتج استنتاج موضوعي وصدقني بدون أي خلف ما يهمني. فما جدل سياسي يقول باهية خايبة كذا، أسكو فما كفاءة، لكن أنا استنتاج نستنتجو الإدارة تبدلت ونجاو ناس جدد في موقع القرار الإداري، وبالتالي المعاملة متاع الإدارة مع الهيئة الانتخابية تغيرت جوهرية. ثالث حاجة تغيرت الساحة السياسية نفسها، إلا فاعلين السياسيين. احنا كعملنا ومعا جميعا الانتخابات متاع 20 أكتوبر ما كانش عندنا حتى رؤية لموازين القوى السياسية، كانوا عندنا منعرفش قداش من 100 حزب، 16600 قائمة، 10000 مترشح ومترشحة دخلوا في المعركة السياسية واحدة، ثم أفرزت حالة ولات عنا رؤية ولات عنا قراءة ولو آنية لميزان القوى. هذا ميزان القوى هو ميزان القوى غير ثابت يتغير، وتشكلت يعني ساحة سياسية جديدة لتونس يعني، وفعل هذا الكل تغير. أكثر من هذا تغير المجتمع المدني، تغير الإعلام، تغير كل شيء، تغير ما في ماشي كائن، ما في ماشي منظومة، حتى العائلات متاعنا تغيروا. مثلا الدخول متاع العمل الفكر النقاش السياسي أصبح يكاد يكون يعني الخبز اليومي من الصباح لعشية، وناس تحكي في السياسة. هذه تصير تغييرات كبيرة على الهيئة أن تتأقلم مع هذه المتغيرات. من الهيئة أنا تو نحكي لك في شركاء ونقول لك الهيئة كانت عامل شو شنية من المفارقات التاريخية. احنا جينا في هذا الشيء، يمكن بكل تواضع نقول اللي فهمناه أنه يلزمنا أولا ما ننساوش أن يلزمنا ننجحوا الانتخابات وما ندخلوش في متاهات أخرى، وما نعطيوش لنفسنا أولويات أخرى اللي باش تخسرنا الوقت وباش تهربنا أو تحيزنا يعني تبعدنا على إنتاج. وثاني حاجة فهمناها هي أنه خدمنا لأن فكرنا، وصدقوني هذا الهم روح على المواطن، كيفاش نعديو المساج متاعنا للمواطن، كيفاش نربحوا ثقة المواطن، لأنه كي نربحوا ثقة المواطن نقوم بمعجزات. عطينا اي مشكله عامل اساسي وحاسم دير، هذا مش موجود كان في السياسه وفي العمل، موجود في الاعمال يعني، موجود في الحياه العامه، موجود في علاقاتنا مع شركائنا، موجود عامل الثقه، عامل كبير ما يتحتاج بالخطب، عامل الثقه يتبنى يتكسب، وقت اللي يتكسب مش ملكي انا، ملك الناس، هما يعطيوك ولا ما يعطيوكش الثقه، مش على خاطر انتخبوني مره معناها سيء هذاك ملكهم، هم ينجموا بعد يقول لك يا اخي اسحب الثقه منك، فهمني. فاذا وهذا يطرح تعامل جديد مع المان. احنا ما عادش في العصر القديم وين يجي حزب كبير ولا قائد كبير يفرض علينا نفسه ويعمل لنا خطاب وتصبح العلاقه معي علاقه ولاء. لا لا، مش مبني على الثقة، مبني على المصلحة، مبني على الولاء، مبني على اعتبارات أخرى. انتقلت تونس إلى مرحلة ثانية نوعيا مختلفة، والسؤال المطروح كيف يمكن وكيف يجب على كل الأطراف مش كده السياسية والاجتماعية وكذا أن تدمج هذه المعطية الجديدة في
عقليتها، في مقاربتها، في تصورها لبرامجها أو للحلول التي تريد أن تقترحها على هذه البلاد. وهذاك عامل من عوامل الثقة الموجود. يعني إذا كان ما نغيروش أسلوبنا، إذا كان ما نغيروش تصورنا، إذا كان ما ندخلوش العامل الجديد في تفكيرنا وفي تصورنا، وتبقى اللعبة لعبة تقليدية كلاسيكية، إذن يعني مبتعدة متأخرة على الواقع. المشكلة مش أنه نعمل خطاب أو ألتقي ناخذ بادرة متعليقة ونفسرها، المشكلة مش مشكلة تلفزة بركة، المشكلة مشكلة ميدان، المشكلة مجلد حلول عملية للناس والشعور، خاصة الناس تشعر اللي فما حلول، لأن العباد تفهم أن الحلول ما فماش حلول سحرية، تفهم أنه ما نجموش اليوم نعملوا 800,000 شغل نبنيهم، مش الناس تفهم، لكن على الأقل تعطيهم الشعور أن فما بداية البداية، راهو فما أفق، راهو فما أمل، راهو فما محطات نبدأ فيها. وهذا تبني معهم ثقة، مش تبني ثقة لازم تراهم. يعني يمكن الشيء اللي احنا حكينا فيه مع التوانسة فما حكاية صارت لنا وممتازة سرحناهم، وكنا ما سرحناهم على تاريخ الانتخاب، حاطين الرزنامة والتزمنا بالرزنامة، قلنا 11 جويلية تسجيل، صار التسجيل، قلنا تنتهي الترشحات تاريخ، صار الترشحات، يعني والتزمنا. فإذا الناس سرحناهم واحترمناهم، وبالتالي هذا الشيء كي نقولوا الإنسان يعني وعود قلوا وعدناهم بشيء أو التزمنا معهم بشيء، يجب أن نحترم ذلك الوعد، لأنه هذاك عنصر من عناصر الثقة. إذا كان الشيء فيه إشكالية في الوعد نفسره، نقولوا هذاك مش ممكن، هاي الظروف هاي كذا، في علاقة طبعا نجم نقولوا تجربتنا مازالت جديدة، مازلنا نتعلموا، فما شيء من لابرونتيساج كيف التمرن اللي جاي، لكن زاد التمرن اللي جاي ما يجبش نحلين المسؤولية كما قال سي صادق، معناها فهمني القضية مش نتعلموا الحجامة في، لا، لأنه فما مسؤولية، واحنا البلاد هذه فيها كفاءات اللي تفهم المسؤولية، فما أوبليغاسيون دو ريزولتا، وفما فما جبريت نتيجة، هذه موجودة. هذا علاش نجحنا ولو أنه عندنا ما أخذ عليها أكتجب، لكن نجحنا فيها، نجحنا يا عبد ربي، رانا نجحنا في حاجة كبيرة. وهذيك في صورة تونس قبل كان سيحة تونس في العالم، عملنا ثورة بوعزيزي وسيدي بوزيد وتنحية، وعملنا انتخابات لأول مرة في تاريخ تونس الحديث، انتخابات بالمعايير المتعامل بها دولين، أصبحت مثلا يقتدى به في الواحد، يعني وإحنا والمفارقات أنه هذا المثل، هذا المكسب، وتقريبا بدون أي مبالغة المكسب الوحيد المشترك عند كل التواس يعترف به، يعني أصبح اليوم محل، يعني أنا جايين وحبيت نشوف تجاوبني على سؤالي كان تسمح سي كمال، نجموا نكونوا حاضرين الموعد 30 جوان، قلت 23 جوان موعد آخر لحركة النهضة 30 جوان 2013، حسب اعتقادك حسب والله جزبك. أنا كنت فعلت مع هذا السؤال بنفس المنهجي، موعد مثلا متاع انتخابات، ولو أنه قانون اللي تصوت عليه بصورة استثنائية هو من صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي هكا تحد، الموعد الانتخابات هو في الرزنامة، والرزنامة هي من صلاحيات الهيئة، لكن إذا كان الهيئة مش موجودة فيزمنا القوة، فما إذن مرحلة متاع أولى نسميوها مرحلة تحذيرية، يعني نسموهم سهلوها باش نحضروا أمورنا، كما واحد باش يبني دار ما هو يعمل اللي فونداسيون، يحط الوحدة يبني الأشياء، يعمل البلان قبل، يعمل البيوت ويعمل البلان قبل وكذا، هذا يلزم حي زمني معين، كان نترجم القانون اللي تسوى ما عندناش وقت، لكن نجمو ناخذوها فريمون نقطة بنقطة، هذه بوضعنا الهيئة بيدها، بأن الهيئة وقت الاجتماع تعمل الإجراءات معينة، هذه بضعة أشهر، يعني هذه أنا نتأكد أنه الهيئة تقريبا المجلس الهيئة يتأسس في أقرب الأجال آخر جانفي، وإذا كان باش يخدموا بالانتدابات وكذا باش يتركز شهر ماي جوان صراحة، هذا التحذير. فناهيك أنه مع الجزء التحذيري ثم الجزء المتعلق بالرزنامة الانتخابية اللي هي تخرج منين؟ من القانون الانتخابي، ومع العلم أنه ما نعرفوش شنية الانتخابات، لأنه رزنامة انتخابية متاع انتخابات رئاسية تختلف عن الرزنامة الانتخابية مع انتخابات تشريعية، وتختلف عن الرزنامة الانتخابية متاع استفتاءات. فإذا كان بزيد ما كل رهان انتخابي عنده حسب القانون يعطيك رزنامة تتفاعل فيها، فإذا من ناحية المنطق ومن ناحية التجربة، وهذا من الأسف أنه لم يقع الاستماع لنا، يعني لو كان استمع لنا لقدمنا مقترحات عمل،
يبدو أنه مسألة التاريخ اللي مسألة جدية جدا وهامة، لأنها تهيكل بها الحياة العامة وتهيكل بها مشكلة الحياة السياسية، تهيكل بها حتى تنظيم العباد. لاحظوا يا ناس، وقت اللي حددنا تاريخ متاع 23 أكتوبر نقصت الاضرابات، نقصت الاحتجاجات، الناس عارفوا أنه عنا هدف وحبوا أنفسهم بنفس الطريقة. إذا كان عنا تاريخ انتخابات راهو مش فقط تاريخ نبعثوه هكا ونحطوه هكا، راهو أهمية كبيرة لها هيقولوا كل شيء، ويلزم يتهيأ وقت اللي يعلن عنه. هذاك وعد التزام يجب أن نحترمه، وقت نحطه رسالة انتخابية يجب أن نحترمها، لأنه هذا التزام مبني عليه الثقة تاع الناس، وما يلزمش نغيروها. مش اليوم نقولوا نهار كذا وغدوة نقولوا نهار كذا، وبالتالي الناس تضيع. وين ماشيين؟ وقتاش ماشيين؟ هاي الأسئلة. وش بينا هكا؟ وش بينا عملنا انتخابات ونجحنا فيها واليوم وعلاش يعملوا هكا؟ وعلاش تعملوا هكا؟ هكا التساؤلات وهكا الاهتزاز اللي صار يخلي وأنه يخلق إذا حالة من الشكوك لي سوبسون، وهذاك يزيد ينخر عملية التثيق، وتضاف لها أشياء أخرى كما قلت، ملفات غير مدروسة، وتضاف لها أداءنا، أداءنا السياسي، أداءنا المؤسساتي، أداءنا بطريقة أخرى. المواطن يولي يتساءل، والمواطن شرعي أنه يعني يتساءل، فحينما يتساءل ما تجيش تحيروه أكثر، لكن نعطيوه يعني أشياء اللي تخفف من التساؤل نتاعو، وسورتو تجاوب بطريقة أو ما على التساؤلات نتاعو. واضح سي صادق، وين ماشيين؟ ويظهر لي وقيت باش نخمو وقتاش نبداو نقيدوا. والله الكلام تاع سي كمال بالطبع هو ناتج من التجربة وعينه والصواب. يقول لك اعطينا ان تايمينغ، ما الامور ما هيش ما تجيش تعمل بصفه كما يقولوا عنا روانيه سي اعتباطيه. هذا ما كاد ان يحصل في الانتخابات الاولى. تذكر وقت ما انا في الاول، وقت ما انا حكومه سي باجي قائد السبسي، وقت هكا راوا بان نهار 25 جويلية يقتقع الانتخابات باش يجيو حفلتين منها في حفله وما الى ذلك. بالطبع وقتها معناها برشا ناس شكوا في مثل هذه الامكانيه، ومعناها بفضل حكمه الهيئه ورئيسها فهموا بالمعقول بانه مش ممكن نؤجل الموعد، مش سا بو با اتر افون سبتمبر، ما عطاهم شهر زايد نوفمبر عندي اكتوبر. انا نخاف ان في هذا الباب الاول نتاع هذايا الرزنامه الوقت، نخاف انه العمليات والتجاذبات والحسابات السياسيه تولي تطغى وتولي تجبرنا باش نرجعوا لك العمل الانعباطي اللي يا سيدي سارا لو 30 جويي دبر راسك، معناها في ما قبل هذا سا بو با، معناها مارشي ماشي تاع. في رايي الكلام اللي قالوا معناها سي كمال واضح ولا هروب منه، ثم فترات يلزم التحضيرية يلزم تمر بها أحببت أم كرهت. وضع هالهيكل هذا، تعرف بأن حسب ما سمعت القانون نتاع هذه إيزي اثنين نسميوها للإيجاز، القانون هذا يوافق عليه المجلس التأسيسي من غير ما يكون ثم نص رسمي. أنا هذا الموضوع بالذات جاي باش ناخذ فيه رأيك في السؤال الموالي. خليني كان كملت نمشي لسي محسن. سي محسن، شنو هو موقف نداء تونس من هذه التواريخ؟ وهل المشكل في الموعد الانتخابي أم في البيئة الانتخابية؟ والله شوف، بدون ما نبدأ معناها متشائم، ولكن أنا نقول أنه أنا كل أسبوع تقريبا تقل ثقتي شوية في أنه نحن جادين فعلا، على الأقل على مستوى الناس أصحاب القرار الحكم، على الأقل الآن جادين في إجراء الانتخابات. وكل نهار مش كل أسبوع نفقد شوية من منسوب الثقة أنه هالانتخابات هذه في بيئتها الانتخابية ومسارها الانتخابي مش تكون شفافة ونزيهة كما يجب كما يريد. وهنا المؤشرات عالية جدا. أول شيء متشائم يا سي محسن؟ لا مش قلت لك أنا لا أريد أن أكون متشائم، لكن هذه وقائع. أنا نحب أكون متفائل. نحن دخلنا في حزب سياسي حتى نحب نشارك في الانتخابات، ما دخلناش في حزب سياسي حتى نقعد في الدار. يعني لو كنت متفائل ما دخلناش في الحياه السياسيه. لكن انا نعطيك مؤشرات.
أو المؤشرات هي المؤشرات كمان. وهذه راهي وراهي معناها من بديهيات أي عمل تخطيطي عملناه في السابق نعرفوه. يلزم معناها تحط الهيئة الساعة المستقلة للانتخابات، تعطيها قانون، والهيئة هذه حسب إمكانياتها حسب الواحد تعطي معناها تاريخ معقول تلتزم به وتنفذه وفق مقتضيات تعرف هي تسجيل الناخبين وقتاش شنو وكذا إلى آخره. هي مقتضيات معروفة ودي كريتير يتقراوا في الجامعات وخارجين في مكتوب. نحب نفهم أنا علاش إذن هالتفنن في الارتباك والتشويش. مرة تول رئيس الحكومة قال 23 جمعة هكا ولا، والنهضة قالت 30، لكن رئيس الحكومة حطها في أجندة قال ننتهي من الدستور في شهر ونص. بين قوسين هو الأستاذ بيج غزبيس قال نفس الحكاية فتقريبا كفروه. عاود نفس الكلام من بعد سي حمادي جبالي. اليوم في تصريحات صحفية مقرر العام الدستور سي الحبيب خضر يقول إن شاء الله التونسيين باش يكون دستوركم جاهز في الربيع المقبل. يعني الربيع المقبل كما تعرفوا يبدأ في مارس أفريل ماي. إذا كان دستور يحضر في ماي كيفاش مش نعمل انتخابات في جوان؟ إذا تسمع أنت أنا منيش فاهم تو هو راهو التفريق بين الحكومة والحزب مش بالضرورة واحد وقت يشوف الشرق يقول الشرق والآخر يشوف الشرق يقول غرب. يعني تو كل ما يقولك لا هذا رئيس الحكومة حمار جبالي قال تو من عام حركة النهضة. يعني ثم تفنن أنا صار شيء مقصود بالنسبة لي مستحيل نقول أن هذه فقط من نتيجة أنه هو تستجير لأنه حتى الهاوي يعرف أنه معناها راهو الشرق شرق وراكو الغرب غرب. هذه أول حاجة. ثاني حاجة قوانين الأقصاء مثل قانون الأقصاء اللي قاعد يحضر هذا يذكرني بالقانون اللي عمله العام بن علي لنجيب الشابي تقريبا بقياس سيدي أحمد نجيب الشابي. تو تعمل القانون بقياس الأستاذ الباجي قياس السبس لإقصاء ناس من الغير. هي كيفاش راه تحصل عملية التأثير في الانتخابات مش يوم الانتخابات فقط رح. تحصل في البيئة كاملة القانونية وغيره. إذا هذا السؤال الآن وقتاش باش نكونوا جديين فعلا أن ندخل في عملية هذه العملية الانتخابات. كل مرة ثم حالة تحصل في وسط المجلس التأسيسي اللي هي تقريبا إعادة كل شيء نعمله من جديد فسخ وعاود من جديد. تقريبا أصبح في خطاب أنا أنه البلاد كلها في الخمسين سنة اللي فات شيء ما صار فيها. إذا نحن كل شيء مش نفسخوه ومش نعاوده من جديد. وفي الخمسين سنة شيء ما صار، حتى سمعت ناس يقولوا أنه ما كانش ثم إسلام في الخمسين سنة اللي فاتوا وكأنه وقت استعمار فرنساوي كان ثم إسلام. يعني ولا وقت البيات ولا وقت غير ولا وقت كذا ثم غير. تو ما عادش ثم حد شيء. الدستور كلش ما نكملوه بسرعة. لو كان مثلا بدينا بمقترح من المقترحات اللي موجودة، علاش الصفحة البيضاء؟ ليزي تنجح وتتقدم وتاخذ تجربها وتسيب ركب تجارب البديهي الطبيعي شو نقوله ربحا للوقت والإمكانيات وغيره نسمعوهم نشدولهم نسمعوهم. عنا مشكلة في الكذا نصلحولهم، عنا القانون ما كانش به نعطيهم قانون جديد، لا افسخ وعاود من جديد نعمل ايزي جديدة. هل قضية هذه صنعان كل شيء من جديد درجة مش نصنع التونسي من جديد؟ خاطر انا نحس انه ثم الناس مش فرحان بينا احنا التونسي ما يحبوناش ما يحبوش التونسي والتونسي احنا ما عجبناهمش لا التاريخ اللي عجبهم لا الطريقة اللي شنو عجبهم وكذا. هذا هو اللي غلط اللي قاعد صاير تو. اش قاعد نقول؟ باهي التونسي تو كيما كان يحكي كمال يا خويا قلت اش الحكايه هذه تو انتم قلنا لكم باش نعملوا انتخابات بسرعه خلينا نتلاوا بالاقتصاد والواحد كل مره طلع لي طلع وغيره. انتم قاعدين تخليوه في الناس انا نقول حكومه الترويكا واللي وراهم بالضبط خاطر تو جو باري ديسوسي باش نقصوا نقص ما بينات ما دام متضامنين. انا قاعد نقول لهم انتم اللي تعملوا فيه الان هالسياسه هذه اللي انا لخصها في شعاره العزوزه هز الواد وهي تقول العام صاب تراه قول انت الوضع في السياسه في تونس خطير يقول لك هذايا قاعد تعرف المبالغات قاعد تعرف درا شنو وكذا رغم الناس كل تعرف انه مبالغات. اذا كان انت تسكر عليا باب الانتخابات ما تعملهاش وما تحبش تعملها وتحب تعملها في الوقت اختاره انت وبالطريقه اللي تحبها انت وبالبيئه اللي تحب تعملها انت يحب اذا انت قاعد تسد في باب تحويل المطالب السياسيه والاجتماعيه الى برنامج التنفيذ من خلال القنوات الديمقراطيه العاديه بحيث مع السد الحياة السياسية كما كان يعمل المستبدين تخلي المكان الوحيد للتغيير هو الشارع. وهذاك علاش قضية الثقة هذه الناس قاعدة حاسة كل يوم عراقيل حاصلة وتعطي في المجلس التأسيسي الشبان تاع سيدي بوزيد والشبان تاع سليانة والناس قاعدة تحس أنه لم يعد هناك إمكانية للتغيير من خلال هالمؤسسات الموضوعة. علم أن احنا عملنا ثورة باش نعملوا مؤسسات واللي تسمع لدوليونس معناها تسمع المطالب الاجتماعيه وتعطيك امكانيه عن طريق هذه الديمقراطيه باش تغيرها. اذا انا ما عادش عندي منافسه انتخابيه، اذا كان انت معناها باش تقصيني، شنو خليت؟ مش ازمه ثقه فقط، باش تولي عمليه كسر للثقه وتولي عمليه التغيير مره اخرى تولي مطروحه بوسائل غير وسائل مؤسساتيه خارج المؤسسات القائمه وخارج الشرعيه القائمه، اذا بديناميكيه ثوريه قائمه.
إذا نحن ما نصلحوش أمورنا الآن رحنا قاعدين نفتح الأبواب أمام مرحلة ثانية في الثورة التونسية، باش ما نقولش ثورة ثانية، وهذا راه يلزمنا نحس بخطورته والحسابات الصغار هذه نتاع أي خلينا نسكر عليهم من هوني ونحي هذاك من هوني وكمال جدوبي مستقل ما نحبوش، خلينا نحطوا واحد معناها قريب منا، والقانون هذاك ما عجبناش كما قالوا هما خاطر ما طلعناش، نعملوا قانون باش يطلعنا، قالوا الكلام هذا، قالوا هذاك طلع ما كانش أمين في التعبير كذا، نعملوا قانون آخر. في الأخير شنو هو؟ يعني تحب تعمل انتخابات سباق تجري فيه وحدك وتحب تجي الأول، حتى كان تعمل سباق 15 ثواني تاخذ ساعة ونص، أما تحب تجي وحدك هذا راهو يفتح الباب أمام احتمالات نحن من حب باش تصير. اللي كان يقول فيه كمال هذا مرها من الأخبار السيئة، دي مدام خبر طيبة، ولا الأخبار الطيبة اللي يعرفوها التوانسة أن هناك كفاءات تونسية باش تحل الحكاية هذه، هناك إمكانيات سهلة باش نحلوها. إذا وين المشكلة الآن؟ المشكلة أن هناك تعنت في مكان ما، هذا التعنت لابد من معالجته. والنقطة الأخيرة اللي نختم بها اللي هي المسألة الخارجية، احنا في الواقع ولينا نجيو نتكلم على المسألة الخارجية والعنصر الخارجي ولينا خايفين، يقولوا تستقون بالأجنبي، نفس الكلام تاع بن علي قبل، غير تقول راهو السياسة إدارة الحياة السياسية في العالم الحديث 50% معطيات داخلية و50% معطيات خارجية. شنو هو المعطى الخارجي الآن بالنسبة لك أنت اللي صار اليوم وغيره؟ تونس راهي دولة ثروتها الأساسية هي القبول ومحبة الرسول، لا عندنا غاز لا عندنا بترول لا عندنا حتى شيء، احنا كنا نبيعه في إيماج في صورة تونسي المفتح القريب من أوروبا اللي عنده حضار اللي عنده ثقافة، الناس تجينا تونسي المادة شخمة ولا اللي عنده كفاءات اللي عنده العلم اللي عنده كذا، نحب نفهم من احنا هذي ايش عملنا به في عامين هذي، وانا قسبي انا صرفناه هالمشكلة هذي، والآن تخسيب انت على المستوى الخارجي الناس مش تقبل بالأشياء اللي صايرة هذي. توا المرة اللي فاتت صار منتدى المستقبل، انا حضرت فيه، كتب عليه بقوسين احد الصحفيين مقال يعرف هو نفسه باش مترجع له، نلقى انه معناها على 8 الدورات السابقه لمده المستقبل اضعف حضور لوزاره الخارجيه صار في تونس ايامات قبل الثوره، معناها عيد ميلاد الثوره التونسيه الثانيه والذكرى الثانيه للثوره التونسيه. حب يقول هناك مشكله حقيقيه دوليه. انا هالكلام هذين نعاودوا فيه برشا مرات، انا اعرف انه التونسي فد الكلام هذا، اعطيناكم ولا فد من المعارضه ومن الناس الكل براتيكمو خاطر قاعدين نعاود نفس الكلام، تقولها باش تكون لا علاش يعني مش نقول لك على فد، انا نقول لك شيء وفد منا انا نحب نقول لك حاجه مهمه، انا نحب هذه الحكايه بالله يلزم الواحد معناها ينهيها تمام. ماذا ينتظرون من ناس خارج الحكم؟ احنا ما عندنا حتى شيء نجم غيره. ينتظرون منكم انكم تمدوا يد المساعده للناس اللي داخل الحكم يا سيدي، حاولهم باللي تقدر يا سيدي، هاو مدينه المساعده، هاو مدينه المساعده السيد هذايا مش مدينه المساعده، هذا مسؤول قام بتجربه، علاش الان نعملوا الحمله هذه ونحاولوا نزيحوه؟ يا اخي هو مش مدينه مساعده، هذا كفاءه تونسيه قال انا على ذمه بلادي. اذا نحب نقول احنا كدوله كمعارضه راهي ما حناش باش نطبلوا بقره الحكومه، احنا قاعدين لحد الان اللي قادرين عليه اني قاعدين نقول وراه هذا مش الطريق السليم، اذا تحبون ان نساعدوا في اي طريقه بالطرق احنا باش نساعدوا. وبالله كلمتين برك نفي به، هذا مدى المستقبل مثلا اللي انا كنت من الناس اللي بداوه، او قبل ما يجي مدى المستقبل راسلنا، انا كنت في مركز كويك راسلت وزير الخارجيه التونسي، قلت له راهو مش يجي مدى المستقبل في تونس التاسع، وراه احنا اكثر ناس نعرفوا المنتدى هذا وقادرين نساعدوا البلاد في تنظيمه وكذا وغيره وكذا، لم يرد علينا، وبالعكس عينوا ناس اخرين اللي هما كما كان يسمي فيهم توا طيبين وبارك الله فيهم وكل شيء، ولكن ما عندهم حتى خبره حتى تجربه. العداله الانتقاليه في مركز الكواكب نفسه اللي انا متشرف اني اسسته، دخلنا في اللجنه نتاع الخبراء وعطينا راينا فيه وعملنا دور كبير في المساعده، كل ما طلب منا نعطيه كفاءات نعطيناه. الآن هناك مش قضية طلب كفاءات، بالعكس عملية إقصاء الكفاءات، وأخطر من هذا كله عملية تجهيز مسار على القياس، مرة في ضربات نتاع عنف، مرة في ضربات نتاع شنية، مرة في إثارة أزمة كذا، تفن في صناعة أزمات. الخبر الطيب أن احنا قادرين نخرج من الورطة هذه بسرعة، إذا أطلقوا طاقة التونسي والتونسية حتى يخرجوا بلادهم من الوضعية اللي هم فيها. واضح سي محسن مرزوق. سي كمال نتابع مع بعضنا السيد حمادي أجبالي يتحدث عن الهيئة العليا للانتخابات، ثم نعود. سيدي رئيس الحكومة، ماذا بينا نعرف موقفكم أيضا من رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه عشية انعقاد مؤتمر الحوار اللي نظمه اتحاد الشغل صدرت عن الترويكا اتفاقية ترشح فيها سيد كمال الجندوبي، لكن بعد أيامات سمعنا تصريح من رئيس كتلة النهضة السيد صاحبي عتيق يقول لم نعد متحمسين لترشيح السيد كمال الجندوبي. لا، ليست كتلة النهضة فقط،
مش منحملوش ولو أنه مشتهم هذه. اللجنة اللي نظرت ولتضم كل الأحزاب تقريبا بالتصويت رأت أنه مش بالتنصيب أو بالتعيين بالترشح والانتخاب، فلهم ما شاءوا في ذلك. هذه الديمقراطية، هذه يعني الآراء تتلاقح وتتناقش. ومشات اللجنة قدمت للمجلس التأسيسي للجلسة العامة هذا المقترح وفق له. إذن احنا باش نمشيو بالترشح وبالانتخاب، وبصراحة انا مع ما هذا يزينا من التعيينات يزينا من الاتفاق، حتى وكان بين الترك احنا المجلس مفتوح لكل الترشحات، والانتخاب افضل طريقة للاختيار. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في ملف الساعة هذه الليلة، وسعيد باستقبال السيد الشادلي استقرار فيه المقرر العام لدائرة المحاسبات. أهلا وسهلا بك سيد الشادلي. أهلا وسهلا. سابقا باعتبار أنه بداية الشهر دخلت في التقاعد. يا أخوي إن شاء الله بطول العمر وبارك الله فيك على حضورك. شكرا. شكرا. سي كمال. سنوات الخدمة في خدمة الإدارة التونسية. الحمد لله رب العالمين. مرحبا بك. سي كمال، اعتبرت هذا القانون، قانون الهيئة العليا، مشروع القانون غير أو لا يضمن استقلالية الهيئة بالدرجة الكافية، علاش؟ هو في القانون أنا نقراه مش فقط فصلا فصلا، نقراه في فلسفته العامة برمته يعني، يعني وبالنتيجة اللي يمكن يؤدي لها لو كان يعني نترجموها ونصور الترجمة نتاعو على مستوى الواقع، لأنه ما عدا ذلك هناك أخصائيين أكثر مني، أنا لست مختص في القانون سواء كان الدستوري أو الإداري، ولكن عندي كفاءات أخرى. يعني كي نقراه في الفلسفة العامة متاعه نقراه مبني في الواقع على فكرتين. الفكرة الأولى هو الابتعاد أكثر ما أمكن من الهيئة الحالية، ولا حتى إلى حد ما القطيعة معها، والدليل على ذلك أنه في الصيغة الأولى لمشروع الحكومة كان حتى تبديل الاسم من، ولكن هذه الفكرة تنعكس على هيكلة القانون، ونجم في بعض الأحيان نقول لك حتى ما هي الفصول اللي تهم يعني. وتطرح مشكلة التواصل اللي ما لم تعتمد في رأيك قاعدة، بل اعتمدت كترقية أو كتصليح أو تكميل لفكرة الابتعاد. هذا يجي الفصل اللي يقول نزيدوا اثنين، نزيدوا اثنين وكأنهم جايين من تالي، معنا مش من أول، مش بلاحظة. وهذا ينعكس طبعا حتى على مستوى آلية التعيين فصل ستة ولا غير غير مسائل يعني يمكن الحكي فيها. هنا القانون من ناحية يعطينا عناوين تحكي على الاستقلالية وتحكي على التواصل، لكن جزئية، ومن ناحية أخرى يحكي لنا على شيء ثاني. مثلا في الاستقلالية، استقلالية حسب القانون المالية موجودة، لكن كي نشوف الفصل المتعلق بالميزانية تطرح إشكالية كبيرة اللي تمس مباشرة بالاستقلالية. القانون يقول فما الاستقلالية الإدارية، كي نجيو نشوفوا مسألة الموظفين نقوها نضبط بأمر. القانون يقول مسائل التأجير للأعضاء يعني، لكن كي نشوفوا هالمسألة هذه زاد بأمر، والأمر هذايا هل هو ترتيبي، هل هو فردي، هل هو كذا، فيه تحت تساؤلات يعني. كل هذه الأشياء علاش قلت ما فماش بالاستقلالية الكافية أو الواضحة بدرجة الكفاية. هذه الفكرة الأولى اللي مبني عليها القانون. والفكرة الثانية أنه يلزمنا إدارة انتخابية، اللي هي من مقترح من مقترحات الهيئة
وعملية الإدارة الانتخابية في حد ذاتها حاجة إيجابية وحاجة هامة، ولكن في نفس الوقت كي نشوفوا الصلاحيات المعطاة إلى هذه الإدارة في هذا القانون نلقاو فما شيء من عدم التوازن، لأنه صلاحيات مجلس الهيئة نفسها مش نفس الدقة، ولأنه حتى صلاحيات الرئيس فيها إشكالية. وهنا نحب نقول حويجة فكرة، وقت نقول أنا صلاحية الرئيس ما نحكيش على شخص، نحكي على مؤسسة داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقت اللي نحكي على مجلس الهيئة ما نحكيش على أشخاص، نحكي على مؤسسة اسمها مجلس الهيئة. وقت نحكيه على الإدارة نحكيه على مؤسسة اسمها المؤسسة الإدارية. فلان المفهوم بتاعنا يجب يكون مفهوم مؤسساتي بما في ذلك تركيب الهيئة وتركيز الهيئة. وفي هذا الإطار يعني نقاو حاجات اللي تشير إلى شيء من التواصل، ولكن نقاو حاجات اللي تشير كبيرة تشير إلى شيء من الابتعاد قطيعة. هذا علاش قلت وأنه ما فماش درجة كافية من الاستقلالية، لكن ما فماش درجة كافية من النجاعة، لأنه المشاكل اللي عشناها في التجربة 23 أكتوبر وهي جملة من المشاكل، أخشى لي كثير منها أنه هذا القانون لا يمكن الهيئة الجديدة الدائمة بأن تحلها أو لا، وربما سيعقدها أكثر. والشيء الثالث اللي فيه أنه في زيادة، ماذا نريد؟ هل نريد هيئة قوية بقوة القانون بإرادة الشعب التونسي وبإرادة المجلس الوطني التأسيسي وبإرادة الهيئات، لأن قوتها جاية في الدرجة الاعتبارية التي نريد إعطائها لها، لأن هي الحكم، هي التي ستحكم، هي ستقود صحة التعبير عملية حساسة جدا عملية انتخابية، أو نريدها هيئة ضعيفة لا ما عندها شكل القدرة اللي إحدى الإشكاليات مثلا الموجودة أنه في القانون هذا الهيئة اللي باش تتعمل باش تتحاسب مش على الانتخابات برك، عكس ما كان في المرسوم 27. مرسوم 27 قانون أعملوا انتخابات الكرة، الهيئة هذه باش تتحاسب على جوز حاجات، الانتخابات والإدارة الانتخابية، مما يعقد أكثر المسألة. و تدقيق صلاحيات الجهاز التنفيذي هذاك زادة معايير متاع مراقبة. فإذا العقلية اللي باش تكون أو ليتا ديسبري اللي باش كيفا انيمي باش يكون يحرز فيها الناس اللي باش يكونوا في الهيئة، هو أولا باش يبنيوه إدارة، لكن باش يبنيوه إدارة دائمة، يعني الرؤية متاعها رؤية بعيدة المدى. والحال أنه ظهر فيها المفهوم الموجود هنا هو قصير المدى يتعلق بالانتخابات القادمة. رؤية بعيدة المدى يلزمها برمجة، وحتى في قضية التمويل يلزم التمويل يكون بعيد المدى والاستثمار بعيد المدى. وبالتالي هنا نقاول فما باش يكون فما منطقين في الهيئة، وباش يكون فما منطقين المسؤول الإداري سوف يعمل على بناء إدارة دائمة بعيدة المدى، والهيئة بنواقصها الموجودة سوف تعمل على إنجاز الانتخابات القادمة. وهذا في طياته باش يخلق إشكال لابد أن نشوف فيه، لأن عشت جزء منه يعني مش هذا العموم. وبالتالي هذا القانون في ملخص الأمر يعني اللي هو وقع التصويت عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي، أعتقد أنه في جوانب عديدة منه يعطينا عناوين فيها شيء من الاتصال، شيء من التواصل، شيء من 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 الأشياء المتعلقة بإحداث الجهاز التنفيذي، بتكريس تجربة الهيئات الفرعية. مثلا تجربة الهيئات الفرعية فيها إشكال، مثلا عمليا عندنا إدارات محلية وهيئات فرعية باش يكونوا عندهم نفس المقر، لكن لا نعرف ولا صلاحيات هذا ولا صلاحيات ذاك في نفس المقر، وما نعرفوش العلاقة متاع الإدارة المحلية رئيس الرئيس والعلاقة بين الهيئة الفرعية يعني الأمور كما هك. وثاني حاجة الإدارة هي دائمة والهيئة الفرعية وقتية عند الحاجة، فما حاجات أخرى موجودة في القانون المتعلقة مثلا بالعلاقة مع الإدارة
في حدود الامكان. تصوروا انتوما انتوما ما تنجموش تخدموا اذا كان العلاقه في حدود الامكان مع الاداره اللي تسهل الماموريه هي الاداره. حق معلومه مش هتدير في الاداره. شوف كان فكر في الاداره، فكر في نوعين من الاداره، ولا فكر في الاداره اللي نفكروا فيها الناس كل، يعني وزاره الداخليه واداره التعليم، لكن فكر مثلا في البنك المركزي. اليوم القانون هل يسمح لي اذا كان كنت انا مسؤول هي بنحل حساب جاري؟ القانون السابق كان واضح المعالم، حساب جاري لدى البنك المركزي ولا حسابات بنكيه. غدوه انا نطلب حسابات بنكيه في حدود الامكان، يقول لك بعد فما بروسيدور معناها فهمني نتاع اعتراض لدى المحكمه الاداريه يعني، وهكذا. هذه قصه حدود الامكان فيها اشكاليه كبيره، لانه المسار الانتخابي مسار لا يتطلب حدود الامكان، مسار يتطلب الوضوح في دور كل فاعل. واضح. وبالتالي ما تنجمش، فما في بعض الاحيان قرارات ممكن تاخذها لازم تاخذها في ساعه في ساعتين في نهار، علاش تنتظر اكثر؟ كان لو تنتظر اكثر تمس العمليه الانتخابيه. واضح. رايك في هذا المشروع سي صدق؟ والله يا إلتان نحب نرجع بسرعة للتاريخ. نتذكر في تو تقريبا ثلاثة ولا أربع شهور واحد من الزملاء من النواب في المجلس التأسيسي بعث لي النص هدايا وطلب مني باش نعطيه فكرة. الدراسة هذه اللي عملتها موجودة، معناها نجموا نستعملوها كمرجع. شنو تغير وشنو وقع الأخذ ولا ما وقعش الأخذ بهذه الأفكار؟ اللي لاحظ هو أن العيوب الكبيرة اللي احنا ديجا معناها فقنا بها من البداية موجودة اليوم معناها بصفة جلية، معناها بصفة واضحة. ما هي صلاحيات الهيئة كهيئة؟ هذه عندنا برشا معناها نقائص. الهيئة لا تتمتع بكل الصلاحيات الضرورية لقيام معناها بمهمتها. مثلا هل للهيئة أن تراقب وأن تعاقب من لا يحترم القوانين، قانون الانتخابات، العملية الانتخابية وما إلى ذلك، التمويل للعمليات الانتخابية؟ إذا كان الهيئة تفيق بأن هيئة معناها قائمة مثلا ما قامتش بالوضوح اللازم في التمويل، شنو تنجم تعمل معها؟ تعديها؟ تسقط عليها؟ المسألة الثانية هي العلاقة بين الهيئة والإدارة. نورمالمون الإدارة، أنا ما كتبت في الملاحظات نتاعي يقولها الإدارة اللي تابعة لها هي كيما لانتوندونس معناها في النظام الجيش، يلزمها تطبق ما رئيس الهيئة يأمر لها، مش هي. اللي هو موجود الآن هو أن رئيس الإدارة هذا يجب نقول يزاحم في رئيس الهيئة في وقت اللي هو ما هو إلا معناها هيئة ووظيفة تنفيذية للمشرع الذي هو الهيئة ورئيس الهيئة. إذا كان مش تحط أنت وهذوما معناها متوازيين معناها مع بعضهم بالطبع مش نوصل. وقت اللي نزيدوا عليها أن ثم رقابة متاع الإدارة العامة ورئاسة الوزراء وما إلى ذلك، بالطبع الاستقلالية متاع الهيئة هذه مش تنقص، معناها مش تنقص برشا. وأتصور بأن كما قال معناها سي كمال الانتخابات ماهيش مش تدور في الجو المناسب، جو الثقة، جو الشفافية وما إلى ذلك، مش يقع برشا معناها خصامات اللي ربما الانتخابات مش معناها تقع تضر منها. الشيء الآخر اللي أنا لاحظته والله ربما ماذا بيا أنا، الأخبار معناها اللي بلغني موجه صحيح بحسب ما سمعت هو أن هذا النص الذي وقع المصادقة عليه من طرف المجلس التأسيسي على ما يبدو هذا النص لم يقع تنظيفه في نص رسمي، معناها ممكن
أن نطلع عليه، ممكن أن نلقاه في الموقع متاع المجلس التأسيسي، ممكن أن الواحد يقرأه منها برمته. إذا كان النص هذا يوقع الموافقة عليه من غير ما يكون مضبوط في حاجة، فأقول بأن هذه ربما نتكلم على العمل الانعباطي والرعواني وما إلى ذلك، فهذا مش يكون نموذج من مستوى راقي جدا منا في مثل هذا العمل الغير جدي منا في الانتخابات. واضح ولا؟ على كل سي كمال، انت حكيت على وعطيت ملاحظاتك على الهيئة ولا مشروع القانون بتاع الهيئة المستقلة الجديدة، لكن الهيئة اللي ترأستها انت زادة قيل فيها العديد من الأشياء، ومن بينها القضية اللي رفعها الأستاذ فتحي العيوني بتهمة ويتهم فيها الهيئة بالاستيلاء على أموال عمومية. شوفوا هذا التقرير ثم نعود. وفي هذه القضية المكلف العام لإذاعة الدولة بعد ما تحصل على تقرير من دائرة المحاسبات، هذا التقرير تضمن إخلالات كبيرة وخطيرة دل على أن هناك تجاوزات ارتكبت من قبل هذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي كان يرأسها السيد كمال الجندوبي، وهذه الإخلالات كانت إخلالات خطيرة جدا، تمثلت خاصة في أولا هناك عدم مراعاة شروط عند إسناد المنح. في التقييد ضمن وأن أعضاء الهيئة الكل تحصلوا على منح وتحصلوا على فلوس، يعني هيك أن الهيئة المركزية وحدها اللي تتألف من 16 عضو برك تحصلت على حوالي 740 مليون، يعني كل عضو تقريب قريب 55 مليون خذاهم. في مقابل إيش؟ الشرط اللي يسمح له العضو بشيخه الفلوس هذية أنه يكون يحمل صفة العضوية، فمش ممكن إنسان خارج الهيئة هذية يتحصل على فلوس. والفصل 6 يقول لك ما نجم يكون عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا ما يكون متفرغ، يعني يقدم ما يفيد اللي هو على ذمة الهيئة وخصص وقته كامل لفائدة الهيئة ولفائدة النشاط اللي قادر تقوم به الهيئة المتمثل في الإشراف على الانتخابات. بالتالي ما عناش ما يفيد للناس هذوما تفرغوا وخدموا الهيئة، ما قدموا حتى وثيقة تثبت هذا الشيء اللي يقول يفترض معه أن نتسألوا. الفلوس اللي خذاوها حوالي أكثر من 50 مليون لكل واحد منهم برك، زيادة على بقية الأعضاء اللي هما في الهيئات الفرعية على مستوى البلد كلها، هذه الفلوس هذه كلها شيء مبررات يخذوا بها في مقابل عمل، العمل ما أثبتوناش وما قدموناش ما يفيد أن متفرغوا لأداء ذلك العمل. اثنين، في الأذون بالصرف المسموحة للسيد كمال الجندوبي اللي ما عندوش حق يتجاوز سقف قدره 10,000 دينار، لقينا وثائق ممضات وأذون بالصرف ممضات تجاوز المبلغ عليه بكثير. ثلاثة، عندهم حساب، الحساب هذا تصرف فيه الفلوس، الحساب هذا باش يتصرف فيه سي كمال يزم يقع تحت مراقبة، يزم فما خبير محاسب يراقب هالحساب هذا. تبيننا ولقينا الخبير المحاسب هذا ما لم يقم حتى مراقبة لأنه ما تمكنش منها باش يقوم بالمراقبة. أربعة، هناك أموال كبيرة وكبيرة جدا وقع إنفاقها على نشاطات ما عندها حتى علاقة بمهام الهيئة. الهيئة هذه ترجع عند المرسوم 27 اللي أنشأها قال جاية من أجل الإشراف على الانتخابات، نجي نلقاو تعمل في احتفالات، هاو احتفال بالذكرى الأولى لكذا، هاو احتفال بالذكرى الشهداء، وأموال باهظة تنفق بعشرات الملايين فيها المناسبات هذه اللي ما عندها حتى علاقة بنشاط الهيئة. ثم عن هيئة فرعية في الخارج هناك أموال كبيرة رصدت لهذه الهيئات، ولكن يفترض منا أنه كل هيئة تترصد لها فلوس نحاسبها فاش أنفقت الفلوس هذه، ما عنا حتى وثيقة تثبت فاش أنفقت الفلوس هذه وفاش صرفت. كذلك عنا أموال ضخمة قاعد انفاقها لشراء تجهيزات ولشراء معدات وشراء كذا، ولكن الكل ما عنا كان نسخ متاع فواتير للبعض منها والبعض ما عنا حتى شيء منه. أكثر من هذا عنا معدات وفرتها الدولة، حواسيب، آلات
كلها الآلات هذه كلها برشا العديد منها وقع فقدان وما لقيناهش وما وقعش محاسبة الدولة عليه. فاللي باش نقوله أنه نذكره مليح مليح وأنه الهيئة هذه باش خدمت خدمت بأموال الشعب بأموال المواطنين. الشعب الدولة رصدت لها 37 مليار زيادة على 37 مليار وفرت لها المقرات وفرت لها الضوء وفرت لها الدعم اللوجستي كامل عطتها كراها بعطتها يعني معناها نحسبوها الكل يعني ملايين وملايين ومليارات كبيرة رصدت لهذه الهيئة هذه باش تنزلنا العمل هذا. في المقابل لقينا وأنه هل العمل اللي قامت به هذايا الحجم متاع الإنفاق اللي تكلفوا ما يساويش أو بعيد بعد كبير ياسر على حقيقة النفقات المستوجبة لمثل العملية هذه. فمن حق كل مواطن تونسي كل الشعب التونسي وأنه يراقب الهيئة هذه ويحاسبها ويقول لها فاش صرفت الفلوس هذه. مرحبا بكم مجددا سيد الشاذلي للإصرار في المقرر العام لدائرة المحاسبات. سابقا سؤال مطروح ليك هو شنو هي حقيقة التجاوزات المالية والإدارية في عمل الهيئة السابقة للانتخابات؟ ربما باش نخيب الظن نتاعك وظن المشاهدين. النقاط اللي تمت إثارتها هذه لا يمكن أن أجيب عنها لأنها لم ترتقي إلى ملاحظات نهائية لدائرة المحاسبات. إذن كيف يمكن أن نتحدث على أمور ما زالت في طور التحقيق وهي موضوع تساؤلات والهيئة مطالبة بالرد وتقديم الحجج المطلوب. إذن دائرة المحاسبة لم تقل كلمتها النهائية وبالتالي لا يمكن أن أتعرض إلى أي نقطة من هذه النقاط. ما على أي أساس يقول قائل رفع هو شو يقول هو يقول معناها في المكلف العام تحصل على تقرير من دائرة المحاسبات هذا أن فيه قطعيا أنا كمقر عام لدائرة المحاسبات إلى حد ممارستي المهمة وحلقة من حلقات الإجراءات المتبعة في دائرة المحاسبات موصلني حد شيء. إذا وقعت معنا تسريبات لوثيقة غير معنا نهائية الوثيقة هذه ما لا يعتد بها. تو ثم أكيد يعني بعد أن اطلعت مانيش معنا عايش معنا في البعيد اطلعت على التقرير التفصيلي الذي وجه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 4 ديسمبر الساعة 11 دقيقتين بالضبط بالضبط. إذن التقرير هذا هو اللي نجمو منها نتحدث عليه لكن كمرحلة إجرائية من عمل دائرة محاسبات هذه معناها في أجور ومنح وتجاوز سقف الإنفاق إلى غير ذلك هذا كله يدخل في إطار تساؤل دائرة محاسبات. نعرف الكل وأنه قبيلة كنت نسمع شوية معناها في سي كمال من قبل عنده زوج مهام عنده مهمة الإشراف على الانتخابات وعنده كذلك مهمة التسيير المالي والإداري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وإذا كان نسألوه بالنسبة للمهمة الأولى نسألوه في مستوى دائرة المحاسبات خاصة في النقطة الثانية كيف تصرف في الأموال التي وضعت تحت تصرفه وفقا لقواعد غير القواعد العادية المنطبقة على الهياكل العمومية. معناها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وقت اللي أحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعطتها مهمة والمهمة ذي باش تمكنها من أدائها في تلك الظروف أعطتها مرونة في التصرف ولم تخضعها إلى قواعد المحاسبة العمومية ولا الصفقات العمومية ولا المراقبة الأولية للمصاريف العمومية وأوكلت إلى دائرة المحاسبة مراقبة لاحقة. هذه المراقبة اللاحقة تدخل أكثر في تقييم الأداء أكثر من مراقبة المشروعية والمشروعية نجم نقوله معناها هي مرتبطة بما أقرته الهيئة في نظامها الداخلي. هذا نجم نجاوب كمرحلة أولى. واضح سي محسن. هل هي صدفة أن تشن الآن حملة على الهيئة السابقة وتقدم ضدها يعني قضايا بمثل اللي كنت تسمع فيه من طرف الأستاذ العيوني؟ أول شيء أنا كنت نسمع الآن في كلام من الشخصية المسؤولة في الإدارة التونسية اللي تفند بشكل واضح
ما جاء على لسان السيد المحامي هذا. وأنا في الواقع تقريبا مصدوم اللي نسمع فيه الآن، أنه واحد يقول المكلف بتاع الدولة جاء تقرير والتقرير ما خرجش، وما ثماش تقرير أصلا لأنه ما زال تساؤلات. واللي يعرف يمكن أن يبلغ للمكلف العام بنزاعات الدولة بطريقة غير الطريقة الرسمية، مش رسمية. المهم مش رسمية. نقول ما نسمحش الروحي باش نقوله أن المكلف العام بنزاعات الدولة انطلق من فراغ. يمكن وصلت له الوثيقة بالشكل معناه بشكل غير رسمي. دائرة المحاسبات ليست مطالبة بأن توجه للمكلف العام بنزاعات الدولة ولا لأي كان هذه الوثيقة في هذه المرحلة. المهم انه بشكل رسمي ما قدمتش، هذا هو، لانه معناه انه المفروض انه ثم علاقات رسميه، ما هي دوله هذه ولا ماهيش معناها قاعدين في القهوه، ماهيش قاعدين في عند الحماس، ماهيش نجمو في كستي، هذه دوله تتصرف معناها حسب نواميس، حسب معناها اجراءات، حسب غيره. ففي كل حالات انا على ذكر نحكيو على عندي في القريب من الحومه عم صالح اللي هو عطار عمل لي مرة تعليق على حكاية هالأشياء هذه، هالقضايا اللي ترفع في كل مرة، وكأنه هالقضايا هذه يقول هو حسب رأيه أنه عنده مشكلة صارت له مع زوجته، وأنه خايف لا ترفع عليه ثورة في طار الثورة، قضية في طار الثورة، خاطر ولات أقل شيء معناها يصير في تونس تصير فيه ثم محامين متخصصين الهدف متاعهم أنهم يدخلوا في إثارة الارتباك والتشويش على المسار اللي حاصل. انا ما نتصورش انها زي فوزي، ما نتصورش ان هي عمليه في صدفه اللي صار هذه، انا نتصور انه مخطط لها، ويعود الى ما قلت عليه سابقا من قضيه الثقه اللي قاعده شيئا فشيئا نعمل فيها المؤسسات. وفعلا العميد سيد العميد كي قال انه الثقه في المؤسسات ما تجيش فقط، والهيبه ما تجيش فقط من، وهذا متفق فيه معك، انه ما تجيش فقط من انه المؤسسات عندها قوه، لكن ان هي توحي بالثقه اللي تعاملوا معها، عندها قيم. وهذا نختلف فيه تو انا مع السيد وزير الاول يقول والله اجتمعوا جماعه وقرروا، راهي الديمقراطيه مش تم اغلبيه وقرروا، لازم يكونوا اجتمعوا وقرروا وفق قيم، وفق ضوابط، والا مش معنى اغلبيه معناها ذراعها متلوق تجب تعمل اللي تحب، معناها الاغلبيه تجتمع ترجع العبوديه مثلا، الاغلبيه ترجع تجتمع تعمل اي شيء ضد حقوق الانسان. انا نشوف انه بكل اسف هذه الاساليب اللي صارت اساليب تاع لابوليتيك انفورمال، يعني السياسه تمارس مش حسب القواعد المضبوطه، تصير كاينه ثم قطاع اخر ولات فيه اللي توليكو سون بيرمي، قطاع نتاع سياسه موازيه اللي كل الضربات ممكنه. تختلف معاك نبعث لك روابط حمايه الثوره، نختلف معاك نبعث لك ذراع اخر، نختلف معاك نعمل لك قضيه، نختلف معاك نتجاوز مقاومات الدوله، وما يهمنيش فيها الدوله، ما يهمنيش انا اني انا مثلا دائره المحاسبات المفروض تبقى فوق كل شبهه، ما تمسس مقدسه، لانه هذيك فيها ضمانات الشفافيه الماليه، ثم مقدسات، ثم مؤسسات راهي يجب يبقى لهم مقدسات بين ظفرين، ما يتمسش، لانه هذاك كان خرجناه من الهيبه ومن الصعود نتاعه واللي هو يكون فيه حكم، ودخلناه في العمليه السياسيه نقضي على الثقه في المؤسسات. انا ارجو مره اخرى انه في موضوع الانتخابات هذه راهو شيء حساس جدا، رد بالك راهو غدوه باش نمشيو للانتخابات الثانيه اللي هي اهم من الانتخابات الاولى يمكن. هالاشياء هذه كلها مش تتراكم، مش تؤدي لزوج حوايج. اول حاجه الناس ما عندهم ثقه في الانتخابات، مش ينخبوا، يقول لك ما ثم حتى فايده، هاي الحكايه فهمت الله معناها معده سلفا. وثانيا الناس اللي باش ينتخبوا يقولوا ما عادش ثم ثقه في العمليه الانتخابيه، ويبداوا من الان يقولوا ان هناك تزوير يعد مثلا لا قدر الله. لذلك المطلوب حسب رايي، خلينا نعملوا عقلنا في الموضوع هذايا، هناك استمراريه لازم تصير باعتبار تراكم التجربه، اذا كان ثم ملاحظات ولا ثم غيره، طبعا القضاء فيصل فيها ولكن في اطار احترام المؤسسات. واضح. ولكن ما نستعملوش هالسياسات والحملات التشويهيه هذه اللي ظاهر الهدف فيها سياسي. وانا نحب نقول انه الان انا اقتنعت انه هناك حكومه ظل في تونس، قبل كنت ضدها الفكره هذه باعتبار انه احنا ما وصلناش لمستوى حكومه الظل، هناك حكومه ظل اخرى اعتقد انها تمارس بشكل ما في اتجاه تحويل ما يحصل في تونس، هاي مره هي تمشي محامي، هاي مره هي تمشي ناس تضرب وغيره، وارجو من حكومه الظل هذه ان هي زي تتقاعد، اما تقاعد اخر هذا تقاعد ايجابي ومشرف لحضرتك، تتقاعد وتخلي العمليه السياسيه وتخلي الطاقات والكفاءه التونسيه تخدم على نفسها. واضح. سي محسن، سي كمال، انت بدورك تقدمت بقضيه ضد الاستاذ العيوني واعتبرت ما قام به الاستاذ العيوني جريمه. والله مناسبه اليوم الصباح بركه مشيت المحكمه الابتدائيه بتونس
واستمع لي مساعد وكيل الجمهورية، وكان حتى بعد زيارة مجاملة لسيد وكيل الجمهورية، وهذا على أساس أنه قدمت شكايتين في الواقع. الشكاية الأولى تعلق بالثلب، وهي جريمة يعاقب عليها بالقانون التونسي، اللي ضد السيد العيوني مش بصفته كمحامي، بصفته الشخصية، لأنه فما مغالطات تصير، أنه هو يعطي نفسه صفة المحامي شيء ثاني. سيد فتحي العيوني مش أكثر من الكلام اللي تقال هنا، سرق الهيئة وبصورة مباشرة وزاد وتواصل. أنا باسم الهيئة وباسم أعضاء الهيئة وباسم الناس في الهيئة قدمت قضية على أساس متابعته عدليا في هذا الشأن، وقدمت قضية ثانية تتعلق بتسريب الوثيقة. فما وثيقة تسربت، لمن سيكشف عنه البحث؟ جهة فردية أو أخرى؟ لأنه الأمور هذه صارت على أساس وثيقة. قال هنا نحكي على الأستاذ دو معش على السيد فتحي العيون، قال أنه تقريرا، وأنا سامع من سيسرار في صفته المقرر العام دائرة محاسبات أنه فماش تقرير. يعني والتقرير الوحيد أو الوثيقة الوحيدة اللي تحصلنا عليها هي تحصلنا عليها يوم 4 ديسمبر، سمي تقرير أولي باش نلخص الأمور خاطر لازم نسهل الأمور للمواطنين شافهموا فهمني. في الوقت اللي الحملة هذه وحتى الشكاية قدمت قبل، على أي أساس؟ شنية المستند الوثيقة اللي وكيفاش وصلت؟ يقول الأستاذ فتحي العيوني أنه وصلت من دائرة المحاسبات. شو بين سيف وعلاش تمشي رئاسة الحكومة؟ يا أخي رئاسة الحكومة هي الجهة المكلفة بمراقبة الهيئة المستقلة للانتخابات، هي اللي طلبت المراقبة اللاحقة. يعني في إشكاليات نرجع لها بعد في المسألة المراقبة، واللي هي إشكاليات مستقبلية ما نحكيش. التقرير الأولي هذا اللي وصلنا من دائرة المحاسبات يطرح كما قال سيسرار في مجموعة من التساؤلات، ملاحظات 176 تقريبا بالنسبة حتى 176. طيب هالملاحظتين مش نجاوبوا عليها، مش نجاوبوا عليها لأنه هذا واجبنا نجاوب عليها، وباش نعطيه المستندات اللي احنا في ذمتنا لدائرة المحاسبات باش يتقيم، تقدر تقول هالملاحظات هذه يعني كيفاش تقدرها، باش تعمل هيك التقرير التأليفي نتاعهم ويقع التصويت عليه من قبل دائرة المحاسبات. صدقت الجلسة العامة مصادقة يصبح نهائيا ولا. ثم بعد المكملة تعطي توصيات دائرة المحاسبة، لا أدري بطبيعة الحال ما أدري في هذا الشيء من جملتها دائرة في مسألة الممارسات القضائية. أعتقد فما مشكلة اختصاص دي. لأنه إذا كان فيها حاجة من الخطورة التي يراد إيحاءنا بها، أنا نتصور مش نتصور القانون يقول حالي، وأنه النيابة العمومية دائرة المحاسبات هي التي تحيل مش النيابة العامة الأخرى. يعني لأنه القضية تحلت قضية ضد مجهول، ليس هنالك لا جريمة ولا متهم. تو نشوف على أساس، على أساس وثيقة قيل أنها تقرير فيما ثماش رسميا لا أدري. من المحتمل مش من المؤكد أن هنالك وثيقة وصلت، شيء تبعتها شنية واحدة شنية بالفعل هو في تاريخ 6 نوفمبر 2012 توجيه مذكرة من قبل دائرة المحاسبات تتضمن ملاحظات أولية حول العملية المالية اللي قامت بها ليزي الهيئة، ممضاة من طرف أعضاء الفريق الرقابي دون سواهم، مع غياب إمضاء الرئيس الأول وختم الدائرة وعدم وجود ما يفيد طلب الرد. يعني كي بعثوها للهيئة ما قالوا لهاش نستناو في ردك، بل تم إبلاغهم بأنه سيتم إبلاغ الهيئة بمختلف نتائج الرقابة لاحقا.
13 نوفمبر 2012 تسريبات لأجزاء من نتائج أعمال الرقابة في بعض الصحف والصحافة الإلكترونية وموقع حصري. 19 نوفمبر 2012 تحرك بعض قضاة دائرة المحاسبات لمطالبة الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبر الانترنت يعني الاتصال بيناتهم بتوضيح حيثيات المهمة الرقابية على الهيئة. 4 ديسمبر 2012 دائرة المحاسبات تبعث بصفة رسمية تقرير أولي لليزي ليامات هذه مطالبة بعض قضاة دائرة المحاسبات الرئيس الأول بجلسة عامة خارقة للعادة لبحث أو لحث الرئيس على أعطاء توضيح حول هذه التسريبات. هذه مجمل الخطوات اللي تمت في باعتبار وأنك أنت في 22 مايو 2012 أنت رسلت الهيئة باش تعطيها تقريرك ونشاطك إلى مشاكل ذلك. ويوم 22 أوت 2012 دائرة المحاسبات وجهت لك مكتوب قل لك مش نبدأ فيه الرقابة في تلبات. فعلا فعلا هذا اللي قاعد اليوم نعيشوه فيه. دائرة طالبوا من التوضيحات باعتبار وأنه المؤسسة ما نتمست مصداقية المؤسسة ما نتمست. كيف تم ذلك؟ لأنه إذا كان الأمور ما نطرحت بالشكل هذا فمن حق ما نفني قضاة الدائرة وأنهم يعلموا ماذا وقع بالضبط. لأنه نعرف أنه الإجراءات متاع دائرة المحاسبات تخول توجيه مذكرات في حالات معناها معينة محددة في القانون. هل تم ذلك أم لا وفي أي ما نفني إطار ما نفني تم ذلك؟ ممكن معناها فني نوصلوا معناها باش نعرفوا وقت اللي توجه معناها مذكره فني صارت معناها من تولى فني توجيه تلك المذكره او تسريبها. يعني التساؤل مطروح لانه من الناحيه القانونيه وارد وانه دائره المحاسبات توجه معناها مذكره باش نبدا واضحين. نفس الطلب اللي عبر عليه معناها فني سي كمال عبرت عليه شخصيا في اذاعه من الاذاعات يعني مباشره من وقت اللي فحت من العمليه هذه. انا شو نقول اليوم؟ قول اليوم قطع النظر وأنه تولت فيها عملية منها بحث والبحث هذا منه بصفة قانونية وسيصل إلى النتائج. أنا كحلقة من حلقات الإجراءات في دائرة المحاسبات ما وصلتنيش منها حاجة من نوع هذا ولم تقع استشارتي في موضوع مثل كما هذا. لكن الرأى وأنه ممكن وورد وأنه إذا كان صارت دون استشارة منها المقرر العام أو دون استشارة الجلسة العامة باعتبار معنا هذه إجراءات معنا فني أولية. يقول هو فريق الرقابة بعث ما نفهمش معنا فني بالضبط معنا شنية نوعية معنا المراسلة اللي مشات. لكن أنبين لكم وأنه في البداية دائرة المحاسبات الفريق الرقابي تكريسا للاستقلالية يعمل معنا بدون أي معنا فني إشراف من بقية هياكل الدائرة. فريق الرقابة هو الذي يتعهد بالنظر ويبحث بكل معناها ما له من حرية المبادرة والبحث والتقصي ويبدي الملاحظات ويلقي التساؤلات ويطلب وثائق. يمكن له أن يوجه ذلك في وثيقة أولية أو في عدة معناها وثائق بحسب الحجم أو بحسب معناها الظروف. لكن حتى تصبح الملاحظة تتبناها دائرة المحاسبات لابد وأن هذا التقرير الأولي يعرض أمام ما يسمى لجنة التقرير والبرمجة اللي يشمل كل رؤساء غرف دائرة المحاسبات مع الرئيس الأول والمقرر العام والمندوب العام والكاتب العام. يقع تناول هذا التقرير بردوده وفي ضوئه يقع إعداد تقرير تأليفي يوجه مرة أخرى للهيئة الخاضعة للرقابة للتعقيب ولإبداء الرأي لأنه سيكون المرحلة قبل الأخيرة للنشر حتى يكون مطلعا على ما تنوي دائرة المحاسبات نشره. بعد هذه المرحلة يحال التقرير إلى المقرر العام الذي يضع صياغته النهائية. لهنا الأمر يتعلق بتقرير خصوصي. لكن بالنسبة لبقية التقارير المقرر العام هو دوره التنسيق والتجانس بين مختلف التقارير والتحري النهائي قبل عرض الموضوع على الجلسة العامة. سمحت الجلسة العامة عندما تصادق تصبح تلك الملاحظة هي النهائية. أنا شو أقول؟ نتيجة لهذه التجاذبات دائرة المحاسبات اليوم أصبحت في حالة إرباك. أولا قلة الثقة ما بين القضاة فيما بينهم كيف تم ذلك وتساؤلات مشروعة ولابد وأن نصل إلى الحقيقة. لكن من ناحية أخرى القضاة المكلفون بإتمام هذه المهمة نشوفهم مشيرتين هل أنهم سيتخلون عنها بمجرد وأنه أصبحت من أنظار النيابة العمومية؟ لأنا أستاذي تنجم تجاوبني
تعرفوا أنه من إذا كان ولت مسألة عن من القضاء الجزائي القضاء المدني ولهنا قضاء دائرة المحاسبات هو قضاء خصوصي يمكن أن نقول أنه يتخلى حتى لين من ينظر من غد وإلا نواصلوا منها في العمل المتال شوفوا تضرب الاختصاص اللي يمكن أن يقع حاجة ثانية قضاة الدائرة عندما سيصلون إلى الاستنتاجات النهائية سيجدون نصف المجتمع التونسي أو ما يزيد والنصف الآخر أو ما يزيد مجموعة تريد تبرئة تافني سي كمال جندوب ومجموعة تريد إثبات إدانة من سي كمال جندوب هذه هي الظروف التي تعيشها دائرة المحاسبات هل هذا معقول؟ بعدما استردت معنى دائرة المحاسبات جذوة العمل وبعدما عادت بقوة على الساحة واسترجعت الثقة بينما بعدما كانت معتمة واليوم القضاة كلهم متحمسين للعمل والمساهمة كيف يمكن لهم أن يقوموا بهذا العمل وهم متهمون في نهاية الأمر مهما كانت النتيجة مهما كانت الملاحظات النهائية في خصوص تصرف الهيئة لأنه ثم شكون مع سي كمال وثم شكون مع ضد سي كمال عليه معناها في المؤسسة هذه اللي معناها ذاقت معناها النشوة بعد التحول متاع 7 نوفمبر لا خلينا نكمل بعد التحول متاع 7 نوفمبر لأنه كانت معناها ما يعرفها حتى حد وتو تم تمكينها باش بدأت تخدم فوقتها راقبت الحسابات نجم نقولوا القديمة اللي سابقة 7 نوفمبر وقت اللي وصلت للحي ضربت دائرة المحاسبات ومن من 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 ترأس دائرة المحاسبات من القضاة معناها النزهاء فمن تم معناها في تنحيته بينما وهو معناها وقت في انطلاقة معناها كبرى لدائرة المحاسبات اليوم أخشى وأنه معناها دائرة المحاسبات باش تلقى روحها في وضعية معناها لا لا لا, 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 لا لا تحسد عليها هذه هي لا سمحني معناها فني خليني نكمل معناها ندافع عن المؤسسه اللي انا خرجت منها ونحبها معناها فني اليوم معناها فني تقوم بالدور نتاعها لكن نقول الحمد لله ان شاء الله القضاة باش يخضعوا للضغط لكن ما عندناش قاضي واحد او اثنين ينظروا معناها في القضيه بينت لكم الاجراءات وانه تبدا مجموعه من القضاة ثم لجنة التقرير والبرمجة ثم الجلسة العامة لدائرة المحاسبات هي التي معناها تقر من في نهاية الأمر الصيغة النهائية للتقرير وقتها سواء قالت سي كمال منها الجندوبي أحسن أو اجتهد وأصاب ولا سي كمال الجندوبي لم يصب وأنا فني معناها لهنا نعطيه معناها فني كامل حقوقه معناها في الدفاع وكامل حقوقه في الرد ونقول له معناها سي كمال مثلك مثل غيرك من المتصرفين لابد معناها أن تسأل وفقا للمعايير الدوليه ووفقا لاخلاقيات معناها المهنه نتاع قضاة دائره المحاسبات وقتها باش نوصلوا للنهايه معناها ثم تقرير صادر عن دائره المحاسبات ككل حتى حد ما وراها وحتى حد ما ينشها وحتى حد ما يدفعها لا للمحابات ولا من ان تتحول الى محكمه تفتيش دائره المحاسبات باذن الله ستصدر تقريرها وسيكون امام الراي العام واضح. واقول لسي كمال ومن معه ومن يدافع عن سي كمال فليطمئن وأقول لمن هو ضد سي كمال فليطمئن كذلك نحن حريصون على حسن استعمال المال العمومي وأنا أقول لسي كمال وصل كلمة بتاعك سي كمال تفضل طيب أنا أولا أقدر كل تقدير كل ما قاله سي سرارفي وأشاطره كامل ثانيا أريد هنا بالمناسبة أن أعبر عن تحيتي الصادقة لفريق الرقابة اللي خدمنا معهم خدمة عمل واضح وأنا هو يعرف سيسرافي ورئيس دائرة المحاسبات وقلت لهم عندكم مفاتح لأيئة خذوها حلو ما عندي ما نخبي حد شيء وهذا باعتراف نفسه نعم المسألة هذه تطرح في رأيي إشكالية مرضية في الواقع نعاني وعانينا فيه من قبل وما زلنا نعاني فيه هي مرض استدراج وتوظيف القضاء في حسم المسائل وخاصة منها مسائل سياسية أو سياسوية وهنا يخسر فيها المؤسسات بما كسبها ولو كانت مكاسب جزئية ويزم صلاة وتونس وخيبة المسعى إذا كان هذه رؤيتنا في كل الأجهزة التعديلية اللي باش نبنيوها واللي باش تكون هي لو كونتر بوفوار هي اللي باش تكون الأشياء في القضاء المالي في القضاء العدلي في القضاء الإداري واللي هي سلطة في الواقع قبل ما تكون لكن في الانتخابات في الإعلام إلى غيرها يعني.
هنا فما نحب انا باش نتفاعل مع ما سمعته، لانه هناك توظيف وقع بشكل توجهت فيه تهمة وقيمت لنا محاكمة علنية بدون أن يكون لنا حق الدفاع. كيفاش توجهت التهمة؟ وصل تقرير، قال الأستاذ داوي، ما هو شفنا وأنه هذا التقرير هذا في إشكالية، ثم استخرج من تلك الوثيقة معطيات ورميت في الساحة على أساس أنها معطيات توحي بشكل من الأشكال وكان بشكل موجه أن هنالك مشكلة في هواو، بدون أن يقع معالجة القضية بتنسيب مثل هذه الأشياء بالنسبة للواقع الذي عشنا فيه، بالنسبة للتجربة اللي عشناها بما فيها ما سمي بالتجربة الإدارية. وفي الواقع طيب عندناش إدارة. نحب نلاحظ أنا وأنه عندي نجم من نقول حاجات، لكن أنا مع إصرار في لأنه نحب نخدم المستقبل أكثر باش نجاوب على كل الملاحظات، مش بالشكل الذي طرح به لكن بالشكل الذي وجدناه في التقرير الأول وبالشكل الذي، ولكن إضافة باش نجاوبه باش فما طرحت مواضيع هامة بالنسبة للمراقبة. نحب نذكر برك المرسوم 27 أو كلام مهمة الرقابة اللاحقة على الهيئة لإدارة المحاسبات، ولكنه لم يوضح إجراءات هذه الرقابة ولا عناصرها المرجعية. هذه واحدة. اثنين، نفس المرسوم أعفى الهيئة من التراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية ومن الرقابة السابقة المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية. ثلاثة، الهيئة هي جهاز عمومي ولكن مستقل، في حين أن دائرة المحاسبات هي تابعة إداريا لرئاسة الحكومة. ميزانيتها تابعة إداريا على قضوية إيش تابعة؟ ملاحظة ما قلت يعني تنظيم السلطة. لا ما نحبش نخليك أنا اللي بشي يطلب حاجة من رئيس دائرة المحاسبات هو رئيس الحكومة. ميزانيتها معناها فني تابعة به. فهمني باش نبدأ واضحين. طيب توضيح به مهمة الهيئة المستقلة المهم لا معنا باش نبدأ واضحين، معنا ثم تشكيلات قضائية معنا تعمل بكل استقلالية. توضح معنا استغل هذه الفرصة الوظيفة. احنا في نطالبين وموافق تماما ما هو بصدد قوله في ضرورة معنا الارتقاء بالتنظيم الإداري والمالي لدائرة المحاسبات إلى معنا الاستقلالية الكاملة، الاستقلالية إلى جانب الاستقلالية الوظيفية الاستقلالية العضوية. واضح وأنا وافق على هذا. وأنا كذلك. خلينا عندي زوز أكثر خلي باش تكون نقاش، وخلي خاصة أنه على الأقل التوانسة نحاولوا باش نفهمهم مشكلة معقدة، لأنها مشكلة جديدة في الواقع، لأنه عمرها لدائرة المحاسبات راقبت هيئة مستقلة للانتخابات، عمرها لا صارت هذا الشيء في الماضي. يعني كل شيء حاجة جديدة. كما راقبت لأول مرة تمويل الحملة الانتخابية صح، وعدات من التقرير هذايا وضمنته كثير من التوصيات نتمنى أن يتم أخذها بعين الاعتبار. وأنا هو موجود معك أضف في توصيات وحقها إجراءات صح. فما فكرة أخرى شنية مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ ليست مهمة إدارية في نظر، هي على غرار بقية الهياكل التي تخضع لرقابة الدائرة، وإنما هي مهمة انتخابية مبنية على تحقيق النتيجة خلافا لبقية تلك الهيكل التي تعمل في إطار بذل العناية. احنا عندنا إجبارية النتيجة، لو كان نزحصحوا شوية فهمني الأمور ويكون عندها تأثير على الانتخابات وكي ما صارتش الانتخابات ايش قولكم ترى؟ صورنا احنا ما صارتش الانتخابات أو وقع التشكيك فيها بالدرجة هذه، بالدرجة اللي ضمنيا وحتى في بعض الأحيان مباشرة ويقع التشكيك فيها، لأن في رأيي عملية التشكيك في الهيئة ومسؤوليها هي في النهاية تشكيك في النتائج الانتخابية، لأنه هيئة سرقت كما يقول
ولا هيئه بدرت شكون يقول لا لا كما يقول السيد ما يقصدكش انت راهو كما يقول السيد فتحي العفاري قلنا جاي او هيئه بدرت المال العام ما نجمش تعمل انتخابات مقبوله النتائج ربي سي كمال لا لا في عجاله مثال الشكوى هذه تمس قداش من فرد في الهيئه انا الشكوى والله ما نعرف قداش ثم 300 400 لمن سيكشف عنه ليه احنا خدمنا يعني انت الهيئه المركزيه 16 واحد الهيئات الفرعيه 374 واحد فهمني الهيئات المحليه والله نسيت 400 واش ولا اكثر يعني فهمني اضافه للموظفين اللي خدموا عنا يعني بعد احنا وصلنا حتى 3500 واحد الى غيره الشيء الاخر وهذا ملاحظه مستقبليه مش نقديه الفلسفه تاع عمل دائره المحاسبات وادواتها الرقابيه هي بيدها انا في تصوري فيها اشكاليه لان لازم تتلائم مع طبيعه المهمه اليوم تاع ك يعني وزاد بصوره عامه تعاملنا حتى مع الاداره ملي صارت الثوره المباركه وملي صارت كذا لازم يكون تعامل فيه تجديد لكن هذا ملحد في اصلاحات الظرف اللي احنا عشنا فيه واللي خدمنا فيه اللي كان ظرف فيه استعجالي وظرف فيه ضغط متاع وقت وفرض فيه اجباريه النتيجه ما كانش يسمح لنا وهذا قلناه في التقرير متاعنا وهذاك علاش المشرع عافانا من مجموعه من الاجراءات ما كانش يسمح لنا باش نعملوا كما هو مطلوب في الرؤيه العامه متاع المراقبه مجموعة من الإجراءات نتبعوها اللي احنا معفيين منها لكن سي صرافي عنده حق يقول سي لو برانسيب دو جيستيون دو بون بير دو فامي يمكن لنا ان يكون ذلك طيب في النهاية الموضوع نتاع هذا حاجات مثلا تهم سميوها النص الأصلي عندنا عليها تفسير وعندنا فيها لأنه حاجتهم الأشياء الإجرائية عنا ليها أكثر من تفسير وحاجتهم المهمة الأصلية عنا فيها زيادة أكثر من تفسير ربي نحب بالمناسبة هذه تعريج على نقطة بركة قالونا يعني مش دائرة المحاسبات نحكي على ما قيل على أساس وثيقة سمي التقرير أنه تنظيم حفل أو تنظيم نشاط لتكريم عائلات الشهداء هذا خارج عن مهمتكم الأصلية رأي لكن مش جريمة رأي قلنا اجتهاد منكم هذا قلنا لا ربي لو تسمح سي كمال توضيح من أي لا تفضل لا 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 كمل لا كمل قلنا احنا رينا كهيئة عمومية بعد ما نجحت الانتخابات أن ننظم حفلا تكريميا وشهادة إلى عائلات الشهداء وجرحى الثورة حتى نقول لهم شكرا حتى نقول لهم تضحياتكم هي اللي خلاتنا عملنا انتخابات واش نحن فيها نحن كنا الهيئة العمومية الوحيدة التي نظمت هذا النشاط وما زلت متمسكا بهذا الموقف رأي مع رأي صحيح ولا رأي لو مع رأي أنا لو تسمح من ناحية مش رأي ضد رأي لا بارك الله فيك من ناحية القانونية ثم صارت ثغرات في ما يتعلق بالمراقبة العملية الانتخابية متاع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي جاء النص متاع الانتخاب ذا وفي فقرة مقتضبة أشار إلى أن دائرة المحاسبات تراقب ولم يضبط لا نطاق الرقابة ولا طبيعة الرقابة ولا مدى الرقابة ولا الآثار المترتبة عن الرقابة فتولت دائرة المحاسبات المبادرة وقدمت مشروعا عرض على الحكومة وعلى الهيئة العليا لتحقيق هدف الثورة وصدر النص المعروف المرسوم عدد 91 لسنة 2011 متاع 29 سبتمبر اللي خرج قبل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية يعني دائرة المحاسبات بادرت إلى وضع نص يتعلق برقابتها لأنه لا يمكن تطبيق الرقابة العادية وفي نفس الوقت قدمت دائرة المحاسبات مقترحا يخص الهيئة لكن السرعة والظروف اللي كنا فيها لم تسمح
اعطاء الضوء الاخضر لدائره المحاسبات لتعد نصا، لانه احنا حلينا محل اجهزه الحكومه وحذرنا معناها في نص باش تكون الرقابه نتاعنا رقابه جديه ما تكونش نتاع ديكور. ففعلا معناها بالنسبه للهيئه العليا المستقله للانتخابات ما لقيناش النص الخصوصي الذي يمكن اعتماده للرقابه هذه. علاش؟ تو مثلا خذا هو مثال. احنا في هدايا في المراقبه تمويل الحمله الانتخابيه قلنا حتى في النص ما ثم معناها تعريف النفقه الانتخابيه باش من بعد ما نتحاسبوا هل انه معناها هذه وقت اللي خذاها منها صرفها في نفقه انتخابيه ولا من لغايه نفسه. اليوم زاد كيف كيف ثم مساله اجتهاد دائره المحاسبات يمكن ان تصدر احكاما باعتبارها هيئه قضائيه، لكن يمكن لها ان تبدي رايا، والراي الذي ابدته سامحني باش نبدا نوضح معنى الرأي الذي أبدته معنى في البداية ليس معناها الرأي النهائي، ما هي إلا التساؤل ومعناها ابني لهنا استجلاء. وقت اللي بعث لك فريق الرقابة ويقول لك علاش تحتفل ولا كذا باش ناخذ المستندات من عندك أنت التفسير والتبرير، باش من بعد وقت اللي نهبط أنا التقرير متاعي قدام الرأي العام نكون تناولت معنا في كل شيء وخذيت الأجوبة متاعك وأعطيتك حقك وأنصفتك. كلمة الإنصاف بربي نختم بها، إذا ننصف معناها في سي كمال الجندوبي والراعي معناها في كل الصعوبات المحيطة بالمهمة متاعه، لابد علي أن أنصف كل المتصرفين في المال العام يرحم والديكم، ما ثماش معناها واحد فرض ولا خرسن، راو الناس الكل تخضع للضغوط ولابد من مراعاة تلك الضغوط، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى الإعفاء من المساءلة. يرحم والديكم الإنسان وقت اللي يتحصل على عدد 17 على 20 ولا 16 على 20 في التصرف نتاعو نقيموه نقولوا معناها حسن جدا او ممتاز، لكن الاربع نقاط الناقصين تنجم تلقى فيهم ما تلقى فيهم من اسباب المؤاخذه، منها ما ينطبقوا عليه الفصل 96 الشهير يا سي شادي، ما يحيل الى دائره الزجر المالي. شكرا لك السيد الشادي صار في المقرر العام لدائره المحاسبات سابقا، ما زالونا 6 دقائق بالضبط، كلمه لك سي صادق. والله بعجاله نتجاوزوا شخص سي كمال الجندوبي وننظر إلى هذه التجربة معناها بأكملها، رجوعا إلى بكري وقت اللي عبت على سي محسن قلت له أنت متشائم برشا ويقول لك لا أنا واقعي، فعلا هذا سيت كاد أبليكاسيون نتاع معناها الواقعية. حسب ما فهمنا سي إصرار فيه الإجراءات بتاع المراقبة واضحة ومبوبة ولها الكفاءات اللازمة المناسبة لكي تقوم بكل معنى هذا العمل معناها بكل شفافية وموضوعية وما إلى ذلك. يليت يلو كان الأمور تعدات حسب المعيار بتاع الكفاءة وال الإجراءات والقوانين التي هي مؤسسة على ما كانش يصير الشيء هذا. وين اللي الخلل وقع؟ الخلل وقع هو أنك أنت دخلت فرصوصة كما يقولوا في هالبروسيسوس هذايا في هذا المسار باش تفسد أجل المسار هذاك، كما بكري استرار في قلت ما هو جي شخص كبال ما جندوبي ما لا ثم 4000 وراها شخص وثم هيئة محترمة بكل هياكلها ومعنى قضاتها اللي تمسوا من الواحد هذا. يدل على ايش؟ يدل على أن الكفاءة واتباع الكفاءة والإجراءات القانونية المنصفة لا يعجب الجميع، وأن ثم الكثير من ربما لهم نوايا غير محمودة التي تأتي لتدخل معنى هذا الارتباك وهذا معنى التفرعيس اللي صار مع كل سف. شكرا لك استاذ الصادق سعيد استاذ القانون الدستوري، بارك الله فيك. سي محسن تفضل. بصراحه حتى انا نحب نقول كي نسمع كنت نسمع تو في المساله هذه، طبعا حتى نحب نرفع الحوار معناها لانه تضاع سي كمال في الوضعيه هذه ويظهر لي الناس اللي عملوه عملوا الحكايه هذه كل هذا هو هدفهم. مستكمل وحده راهو معاه محامين مع العديد من الهيئه كلها توضعت بالطريقه اللي خدموا معاه. يعني هو اليوم مشى للتحقيق للوكيل الجمهوريه، يعني ممكن غدوه زميله ممكن معاه قاضي او محامي او وين كان ممكن مشى لقى نفس المصير هكا ولا سي كمال كان مانيش غلط.
في القضية اللي في القضية المطروحة الآن ضد كل حالات هو الهدف هي هالشوثة الإعلامية هذه اللي تعملت، لأنه هذا يخلي مسار متاع الهيئة المقبلة ورئيسها يتم التدخل فيه بطريقة بأخرى حبيت نقولها. لكن في كل الحالات أنا نحس في نفس الواقعية اللي ما عندها حتى علاقة بالتشاؤم. في الأسبوع اللي فات هذا شوف المؤسسات التونسية اللي تنطبق عليها مثال نطزوا في عينينا بصوابعنا. الاتحاد عبد الشيخ الشغل كمؤسسة وطنية تم الهجوم عليه واعتداء على دوره. الهيئة المستقلة للانتخابات بهالإشاعة اللي خرجت حوله. دائرة المحاسبات لكور دي كونت المفروض أن هي هذيك تنتمي إلى المؤسسات الرئيسية في غيره. المساجد اللي يذكر الله فيها اللي ولات مكان للتحريض على القتل وغيره وكذا في وقعات مختلفة. اليوم رئاسة الجمهورية والمسجد الوطني التأسيسي. مؤسسة 2 3 4 5 6 في ظرف أسبوع. المؤسسات الرئيسية يقوم عليها البناء المؤسسات متاع الدولة والبناء الاجتماعي. إلى أين يتواصل هذا؟ هذا سؤالي الأول. الثاني أنا مجموعة من المواطنين اللي هما قلفوني باعتبار سمعوا بي اليوم جاي كانوا أنا في ثنية أرضوني قالوا لي بالله في أي شيء تحضر فيه ثم أشياء ركز عليه قولهم حتى بسرعة مش نعاود بالطلب منهم. الشغل، غلاء الأسعار، الأمان، الثقة في المستقبل، مؤسسات الدولة وكرامة وكبرياء التونسي. هذو ما نحب نعاودهم خاطر هذه القضية الأساسية. والانتخابات مش تعمل لخدمة هالقضايا الأساسية هذه. وفي الأخير أنا تصرار في اليوم أكد بوجوده الشيء اللي حكيت عليه قبل أن هناك أنباء سيئة وهناك أنباء طيبة. النبأ الطيب أن هناك كفاءة تونسية قادرة على دفع البلاد في اتجاه الأحسن والأفضل وفي الوقت قياسي. ثم عشرات الآلاف من الكفاءات هذه ومن الطاقات والقدرات هذه أطلقوا قدرات هؤلاء الناس حتى يعطيوا للتونسي كبرياءه وثقته في نفسه وقدرته على الخروج من المشاكل. شكرا. شكرا لك سيد محسن مرزوق قيادي في حركة نداء تونس. كلمة الختام لك أنت سي كمال. 30 ثانية قبل ما تعطي الختام. دائرة المحاسبات لم تعتبر مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أولوياتها بحكم أنها عندها مجموعة من الموارد البشرية التي لا تكفي لتغطية كل المهام الموكولة إليها خلال هذه السنة. فأنجزت التقرير المتعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، أنجزت التقرير السنوي العام اللي مازال معنا في كيف صدر، وعندما تفرغت وجدت فسحة معناها زمنية تفرغ مجموعة من القضاة لإنجاز هذه المهمة. لو كنا ندرك أو عندنا في نهاية التخمينات كنا ممكن نقوم بالعملية هذه عند مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، كنا في نفس الوقت نراقب الهيئة العليا المستقلة الانتخابية. واضح سي كمال. والله في الختام باش تختم باش تقول. شكرا على الختام. تفضل. ولكن لا أدري إذا كان الختام مسكا. إن شاء الله ديما مسك. إن شاء الله ديما مسك. ثم عطور أخرى مش كان مسكنا جديدة معنا أحسن من مسك. هنالك إذاعة الوقت. الوقت ثمين، والوقت حتى في العملية الانتخابية كان ضغط علينا برشا، واللي خلى أنه حققنا ما حققناه بكل اعتزاز وكبرياء بفضل ما تفضلت به وأنا وشاطر، فضل كفاءات تونس، فضل إرادة تونس، فضل الثقة تاع تونس. وخسرنا وقت زادا منذ الانتخابات إلى الآن. حاولنا قصارى جهدنا لتحسيس للجهات المعنية سواء كان الحكومة أو مجلس الوطن التأسيسي أو على الأقل متمثلة في شخص رئيس أو رئيس الجمهورية على هذه المواضيع. وكانت جملة منها كانت لو وقع الاهتمام بها في الوقت الكافي لكان حلت لنا العديد من الأبواب والمسائل. والوضع متاعنا اليوم وضع صعيب، أنا ما عنديش حتى شيء آخر إلا هذا نقوله بكل موضوعية. لكن الوضع الصعيب مش معناها وضع الخروج منه مستحيل، لأنه في آخر تحليل عندنا قانون نحكي وقع التصويت عليه. في آخر تحليل هو القانون إذا كان وقع رئيس الجمهورية من هنا ال 15 يوم أيوة من مش يكون هو القانون الذي سيقع نشره في الرائد في
الرائد الرسمي شكرا للجمهورية التونسية، وبالتالي سوف أكون يعني هو المطبق. أنا في رأيي عامل الوقت مرة أخرى يمكن أنه سيداهمنا، ولكن باش يضعف صعوباتنا، لأنه إذا كان في المرحلة السابقة داهمنا وبفضل الإرادة وكالإنرجي الطاقة اللي انطلقت من التوانسة والكفاءات واللي خدموا الليل نهار، خاطر ضحوكة وقت اللي يقول تفرغ، مش تفرغت الناس، دي الناس ليل ونهار تخدم، الناس ترقد في 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 في, في, في أماكن على أماكن الشغل، يعني لحد أنه صارت هكاك الفلكة، يعني هي ملاحظة، يعني ملاحظة على شوية زيادة، مش الناس ما تفكرش بشوية زيادة، تفكر يعني هاك الشيء ذاك لقيناه، ما عادش باش نلقاوه المرة هذه. هذا اللي بيه الفائدة. ما عادش باش نلقاوه المرة هذه. إن شاء الله. هذه الصعوبة نتاع الواحد. باش نحبوا يزم نعاودوا روديمار، نعاودوا روبومبين الحكاية. يزم نعاودوا نحطوا المشاكل بها. والمسألة الانتخابية هنا محورية في المرحلة. لأنه إذا كان نتمنوا التوانسة، نتمنوا على أنه فما انتخابات، فما موعد، فما هيئة، وفما رقابة. كيف كيف راح مع الرقابة، وفما في الهيئة جهاز إداري زاد يخدم طيب فهمت، وفي نفس الوقت عندنا قانون انتخابي لازم يتعمل، لأنه لأن الشغل الشاغل بتاع الهيئة هو تطبيق القانون، وفي نفس الوقت عندنا بيئة انتخابية مطمئنة باش الناس الحملة الانتخابية تصير بصورة، والإعلام يخدم الخدمة نتاعه بصورة معقولة إلى غيره. إذا كنت منهم على هذا الشيء، أنا عندي قناعة، قناعتي الشخصية واحدة، وأعتقد أنه التوانسة يغيروا رؤيتهم للمستقبل القريب. وشكرا، شكرا لك السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة السابقة المستقلة للانتخابات. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على عنايتكم أنتم، شكرا لكم الكل على حضوركم وعلى قبولكم الدعوة. أشكر في الإعداد فوزي عز الدين، وفي الأخراج لسعد القبي، وكافة الفريق التقني اللي أمن هذا البلف. أعزائي المشاهدين إلى أن نلتقي لكم منا أجمل التحيات، وتصبحون على خير.